اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم الاسبوعي الرياضي الحواري، برنامج الجماهير. عودناكم طلعتكم الاسبوع من الساعه 10:30 مساء بتوقيت دوله الكويت حتى الساعه 12:30 من صباح يوم السبت، نناقش من القضايا الرياضيه سواء كانت محليه وعربيه وكذلك دوليه. اليوم يعني معنا مجموعه من الضيوف المميزين لهم يعني في مجالهم الكروي والرياضي يعني بشكل عام في دوله الكويت، عملوا ضمن مؤسسات رياضيه كبيره. نسلط الضوء اليوم على منافسات دوري فيفا وبالاخص تحليل ما حدث في قمة العربي والسالمية، المباراة اللي جمعت ما بين العربي والسالمية وكانت تقريبا قمة الجولة الخامسة من ناحية الحضور الجماهيري، من ناحية الأحداث أصبح في المباريات يعني بعض أحداث خلينا نقول الشغب أو الأحداث السلبية حضور جماهيري كبير من جمهور النادي العربي، نتيجة كانت 3-1 للسماوي واستطاعوا قدم مباراة جدا كبيرة ويعني خلينا نقول أسقط العربي من صدارة دوري فيفا اللي كانت لمدة 4 جولات ماضية. مباراة كان فيها إثارة، مباراة فيها أهداف جميلة، مباراة بروز المحترفين بشكل واضح خصوصا من جانب التهديف، هدف لفراس خطيب وجمعة سعيد كان جدا سعيد، والجمعة جمعته يا سعيد اليوم بتسجيل الهاتريك على النادي العربي. ضيوفنا معنا في الاستديو يعني لاعب منتخبنا الوطني السابق ولاعب النادي العربي المدافع عامر ياسر، اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج الجماهير وسعداء بوجودك. دكتور صقر الملل محلل البرنامج، اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج الجماهير. مدربنا الوطني القدير عادل عدنبي، سعداء يعني دائما بوجودك وقبولك دائما الدعوه وتثري لنا هذه الحلقات بالجوانب الفنيه والاداريه لخبرتك الكبيره، وكذلك محلل البرنامج علي الزيد اللي اليوم الابتسامة على يضحك عناشه اليوم متصدر، لا تكلمني علي الزيد بل ننطر لباكر ننطر لبكره بعد الجاره اي بس فارق الاهداف كنا لكم اتوقع فارق الاهداف بس ما شاء الله عليك الوجه اليوم منور منور. اهلا وسهلا فيكم على كباتنا في الاستديو، سعداء بوجودكم وان شاء الله يعني نثري هذه الحلقه بوجودكم للامانه وما تملكون معلومات ومتابعتكم للقاء الجوله الخامسه او قمه الجوله الخامسه كانت ما بين العربي والسالميه، تفوز السالميه 3-1 ويعني نشملها ببعض المواضيع الرياضيه والتركيز على منافسات دوري فيفا لهذا العام. لدينا يعني خلينا نقول تغرير كاميرا الزميل المعد احمد العنزي النشط اتجهت الى الملعب اليوم ما بين الجماهير في ردود افعال للاعبين لاداري الفريقين للاجهزه الفنيه لحضور من حضر هذه المباراه اللي اليوم كانت ملتهبه على كل جوانبها، الجانب الفني، الجانب الحضور الجماهيري، وللاسف بعض الاحداث الشغب اللي ما كنا نتمناها موجوده خصوصا تكون من الجمهور العربي اللي هو الجمهور اللي امتاز بالوفاء بكل هذه السنوات، ولكن بعض التصرفات الفرديه تسيء لكافه الجمهور وهذا امر صراحه ما يرضي جميع الرياضيين وليس فقط محبي القلعه الخضراء. الى التقرير ومن ثم نعود. تعب لاعبين، تعب جهاز فني وإداري ما قصروا صراحة، يعني أنت عارف الشيخ ترك اليوسف قاعد يبني الفريق هذا أكثر من 3 سنوات، اجتهد لقى توليفة من الشباب، جلب أكثر من 12 لاعب أو أكثر تقريبا فريق كامل، هذا مجهود إدارة وإن شاء الله اللاعبين يكونون عند حسن ظن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ ترك اليوسف وأعضاء مجلس الإدارة. الفريق ما قصر، أنت شفت المباراة، المباراة كانت صعبة جدا، قاعد نلعب مع 12 شخص 11 لاعب والجمهور رغم 12 الجمهور النادي العربي الجمهور الكبير، لكن الحمد لله استفدنا من الأخطاء الدفاعية اللي وقعوا فيها إخواننا لاعبي العربي واستغلينا 3 أهداف محققة كادت تكون أكثر نتيجة، خاصة أن أضعنا أكثر من تقريبا 4 كرات محققة. مبروك سالمية هاتريك العربي، الأمانة مباراة جميلة، يعني الأمانة أشكر اللاعبين، أشكر إخوان اللاعبين على المجهود هذا، قدمنا مباراة استحقنا الفوز، ضيعنا أكثر من هدف، الحمد لله عليك. ونشكر أبنائنا اللاعبين على المجهود الطيب اللي قدموه اليوم والروح العالية، وبعد ما ننسى نشكر جماهير العربي اللي أعطتنا الحافز أن نقدم هالمستوى الكبير، ومثل ما شفتوا الحمد لله توفقنا وأدينا أداء رجولي وأخذنا 3 نقاط بفضل الله سبحانه وتعالى. فرص كثيرة ضايعة للسالمية. نعم نعم في فرص، وما نقدر احنا اللي مهاجمنا يعني من أفضل المحترفين اللي موجودين وقاعد يقدم
فضغط الجمهور يمكن أثر عليه شوي، لكن إن شاء الله أنه راح يكون بالأفضل حالات المباراة الجاية. الحمد لله وشكر يا رب. طبعا احنا اليوم لعبنا مع زعيم الكرة الكويتية نادي العربي، نادي كبير وجمهوره كبير، بس أحب أقول كلمة الجمهور نادي العربي الراغي أن الدوري بداية أتمنى نشوفهم كل مباراة، يعني ما تأثر فيهم الخسارة، مباراة جميلة من الطرفين، الطرفين لا يستحقون الخسارة. الحمد لله وشكر الله يا رب وفقنا اليوم بالمباراة. سالمي يضيع اليوم، والله ضيعنا جمعة، كان ممكن يقول 4-5 جوال، لكن الحمد لله. بعد الهدف العربي الأول ما كان خايف؟ بالعكس، احنا واثقين باللاعبين، ولا حتى اجتمعنا فيهم عارفين انهم رجال، كل اللاعبين رجال الحمد لله. مبروك لنادي السالمية الفوز، هارك نادي العربي. الأداء ما كان مقنع اليوم، لكن عندنا في كان شوية تحفظات يعني مع حكم المباراة، وقلنا حق مراقب المباراة بلنتي في رأس الخطيب بالإنذار الثاني حق عدي الصيفي ما طرده، وأنا كلمت الحكم قال أنا سيد قراراتي، وكان عنده مباراة أعتقد لو كان مطرود عدي الصيفي أنا قلتها على أكثر من لقاء توا الحين كانت تغير مجرى المباراة. نعم أدى السالمية، أدوا شافوا مراكز القوة وضعف واستغلوها عدل، إحنا ما استغليناها بشكل مباشر. الحدث اللي صار الثاني عشان إدارة نادي السالمية الكرامي يدرون اللي شنو اللي صار، والمشاحنة إن المشاحنة بدأت من كيتا بعد الفاول اللي صار تلفظ بألفاظ نابية باللغة الإنجليزية وكل من سمعه، وهذا اللي أدت المشاحنات واللي أدت. فأتمنى يعني من المسؤولين، إحنا اللعب فوز وخسارة وأخلاق قبل كل شيء، نبيها تكون من الجمهور، نبيها تكون من نادينا، من نادي السالمية، من أي الأندية. إحنا نبي نرتقي مستوى الرياضة الكويتية، ما نبي ننزلها ليه تحت. وعلي انت حطيت اللوم على الحكام، لكن العربي كان بامكانه كان فراس عنده بلنتي. طبعا ما حطيت اللوم كل الحكام، انا قاعد اقول لك شنو اللي صار من الحكام اللي ادى الى بعض الاشياء. مباراه ممكن كانت تاخذ مجراها الطبيعي وضيع العربي ويفوز السالمي ونقول مبروك. كل الشكر للزميل احمد العلزي ولكاميرا تلفزيون الرأي اللي كانت بصحبته، يعني شفنا ردود فعل جميله من لاعبين السالميه فرحانين، وهذا امر جدا طبيعي ويستحقون هذه الفرحه وهذا الفوز. وكذلك شفنا رده فعل الاخ العزيز حسين عاشور كمشرف للفريق، ونحبين ننوه ان الزميل احمد العلزي كان حاب انه يجري لقاءات مع لاعبين نادي العربي او مدير جهاز الكره واحد اعضاء مجلس الاداره، ولكن يعني منعوه واغلقوا الابواب على لاعبين نادي العربي في غرفه يعني اللاعبين. ولكن حسين عاشور تفهم الموقف واتى وقدر الزميل احمد العنزي، وايضا احنا نقدر لك يعني هذه الجراه يا اخوي العزيز حسين عاشور بانك صرحت لقناه الراي. شفنا هذه ردود الافعال، النتيجه يا عامر ياسر اسقطتكم من صداره الدوري فيفا، النتيجة انتهت ب3-2، شفنا المباراة اللعب تقريبا نوعا ما كان مفتوح، السالمية جاد الجانب التكتيكي، هذه النتيجة انتهت ب3-2 لفريق نادي السالمية، وأسقط النادي العربي من الصدارة وذهبت الآن إلى نادي الكويت وممكن يشاركها نادي الجهراء في مباراة الغد. هل استحق العربي الخسارة اليوم برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة وجه أحب أشكركم على هالضيافة هذه، تستاهل يا سلام. وأولا يعني أول شيء أنا أقول أحب أبارك حق نادي السالمية، نعم. حقيقة ظهور اليوم في مستوى ما حد كان متوقعه، خذتنا يمكن إحنا نشوة الفوز في الشوط الأول الهدف، لكن نسينا نواحي كانت جدا مهمة اللي هي التغطية الدفاعية والمراقبة ما كانت موجودة، نعم. أثناء الشوط الثاني بالذات، بعد ما كانت الفرص كثيرة كانت في الشوط الأول، ولكن أنا أعتب على الحقيقة مدرب الفريق اللي ما لاحظ الثغرات الدفاعية ولا حاول يصلح منها. يا الشوط الثاني في وسط يعني مثل ما أقول نشوة، نبي نخلص المباراة تصالحنا بأي طريقة، يعني وسط مندفع، يعني وسط العربي مندفع، وسط مندفع، مهاجمين يعني كانوا يضيعون، ما في تناسق، يعني كان في جاب كبير بين الدفاع والنص، نعم. والتغطية الدفاعية كانت جدا سيئة، المراقبة بالذات كانت ضد جمعة سعيد معدومة لدرجة ان اللاعب لو بتلاحظ حصل اكثر من فرصة في الشوط الاول كذلك في الشوط الثاني، نعم. يعني كان بامكانه يطلع باربع اهداف وهو مرتاح كمحترف، تقصد في صفوف نادي السالمية جمعة سعيد؟ نعم نعم، بس أنا اللي تفاجأت منه أن المدرب ما دارك أخطاء من الشوط الأول، نعم. يعني الأخطاء كانت موجودة من الشوط الأول ولكن للأسف ما داركها.
كان همه أن الاندفاع الهجومي وأنه يسجل أهداف، ولكن انعدم خط الدفاع وخط الوسط ما ساعد الدفاع في حيث أن كانت اللعبات الطويلة تجي من خط النص. نعم. ما كان خط النص مراقب جيد لخط نص السالمية. نعم. فلهذا يعني أدت يعني شنو الثغرات الدفاعية اللي تشير فيها؟ يعني هي ثغرات دفاعية خلينا نقول من لاعبين الباكات مثلا، أو تقصد من القلبين؟ لا القلبين. أنت كنت كلاعب مدافع دولي سابق، من وين ترى الثغرة؟ خلينا نقول لك يعني أنا من بداية الدوري الدفاع العربي لم يختبر بالشكل الصحيح. اللهم يمكن لعبة كاظمة كانت هي الأقوى، بس كنا نقول يعني تونا احنا 4 مباريات الدفاع العربي ما اختبر. قد اختبر النص، المهاجمين تطمنوا ان في 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 مهاجمين زينين. عودة فاس الخطيب، عودة محمد الشراق، هذه كانت عودة إيجابية للفريق، ولكن الخط الدفاع لم يختبر. فلذلك احنا اليوم شفنا ان التفاهم معدوم بينهم، يعني احمد ابراهيم وكان احمد الصالح ما كان في تفاهم نهائيا. يعني لا الخط الدفاع احنا اللي عرفناه، يعني احنا نعرف انا كلاعب دولي سابق اللي عرفه ان المفروض يا ان اذا في خط في مهاجم خطير يا انك تراقبه مان تو مان، يا ان تسوي تغطيه عليه لاعبين، بحيث لاعب مثلا يكون مان تو وياه ويغطي عليه اللاعب الثاني. نعم. يا ان تلعب زون بحيث انك تحفظ المنطقه كلها. نعم. فالدفاع كان مفتوح. انا قلت ممكن يصلح الشوط الثاني أو ينتبه على الأخطاء. ممتاز. ولكن للأسف بالعكس، أنت لو بتلاحظ الأهداف يا ليت يعني المخرج يعيدها ويانا. راح نأتي على هدف وراح نأخذ يعني إن حتى وقفتهم ما كانت صحيحة. الوقفة وقفة دفاعية ما كانت صحيحة. فلذلك كان السرعة استغلها جمعة سعيد في كذا هجمة وانفراد هو والحارس لما شفناها. نعم ممتاز. هذا احد الاقوال على الشاشه. هذا البلنتي اللي ضايع اول النادي العربي، يعني مجرى المباريات راح تكون موجوده معنا اثناء يعني تحليل الضيوف الكرام معنا في البرنامج. المدرب الوطني عادل عبد النبي طبعا مبروك الثلاثه، شغالين ثلاثات سالميه عسى ما شر. يعني شفنا ما شاء الله الفريق من تصاعد لتصاعد، نتائج كبيره، 3 أهداف على القادسيه اليوم، 3 أهداف على العربي لهدفين. المحترف يعني يبدو انه اختير بعنايه او خلينا نقول برؤيه فنيه كبيره من قبل الجهاز الفني، يعني بالتعاون مثلا مع الاداري ومعكم انتم كيعني كباتن كبار في النادي. هل فعلا السالميه عاد السالميه السابق اللي نشوفه في البطولات، او الفريق اللي ما يكون من الفرق الوسط يقول يكون دائما الفرق المقدمه والرباعي المقدم برايك؟ ابو جوهر امسي على الكل وعلى الاخوان المشاهدين صراحه. اول شيء انا بسجل بس تبريكات لاداره نادي السالميه على راسه الشيخ تركي اليوسف على اختيارهم للاعبين المحترفين سواء كانوا او الدوليين اللي فعلا المتميزين لحد الان. انا اشكر صراحه المدرب الوطني اخوي محمد دهليس صراحة على حضوره فعلا وتنظيمه وعلى رؤيته وعلى فعلا شلون قدر يوظف اللاعبين توظيف فعلا جيد، قدر يمتاز لحد الآن في 4 مباريات الأولى. وأتمنى له أتمنى لهم طبعا التقدم أكثر هو ويا الصف الفني. طبعا أنا اللاعبين صراحة ما ننساهم، هم صراحة الفعل الفاعل اللي هم اللي لعبوا بروح قتالية، اللي فعلا تحس إنه لآخر دقيقة الفريق يبي الفوز، قاعد يلعب بحضور ذهني بحضور بدني بحضور نفسي. نعم. معنويات عالية، يعني هذه كلها انشملت في الفريق أعطته فعلا دافع. أنا أتمنى أن الفريق يواصل انتصاراته ويرجع إلى زمان نادي السالمية مثل ما تفضلت، اللي هو نطالع المرتبات الأولى التتويج والبطولات والمراكز المتقدمة، وهذا شيء مو غريب على السالمية. قد يكون قابت عن المراكز لفترة لكن ما طبعا ما انتست من السالمية، راح ترجع إن شاء الله ونحن ننتظر عودتها في أسرع وقت. السالمية كان اليوم صراحة يمكن 20 دقيقة أو 25 دقيقة الأولى أتصور كانت سجال ما بين الفريقين. السالمية يمكن كان تنظيم الدفاعي يعني شيء
شيء ممتاز، تحس انه فعلا من مباراه الى مباراه الدفاع قاعد يغلق منطقته، انعدمت الفرص قدام العربي، يعني وان العربي يملك احسن صف هجومي وبالذات اثنين سريعين مثل فراس والمواس. نعم. وتحتهم اشراق ومقصيد، يعني قوه هجوميه بالاضافه للسليمي، لكن فعلا قدر دفاع السالميه يسكر عليه المناطق كلها، وبالمقابل الهجمات المرتده امتزنا في سرعه الهجمات المرتده بقياده عدي وجمعه سعيد وفيصل، كان متالق فيصل العنزي بصراحه، بالاضافه الى الشاب السماك بدر السماك. نعم. وراهم حائط صراحه، ماني قايل حائط برلين ان شاء الله عشان لا احسده. نعم. واللي هو طبعا كان اوكيتا. نعم. وعادل مطر في اغلاق المنطقه وتريحه المدافعين، عشان كذي يمكن تلقى تشوف قله في الهجمات اللي علينا الخطره. انا اتصور لو احنا متوفقين اليوم، جمعه سعيد متوفق في جميع فرصه، نطلع سبعه. أوه. اي نعم، انا عادهم بالملي سبعه. نطلع فرص انفراد، اهداف محققه. نعم. بالمقابل اعتقد على العربي، بس ايضا هم نقدر يعني ما نبخص حق الحارس مثلا حميد القلاف، انه والله اصطاد لي كورتين يعني من انفراد من جمعه سعيد، هذا اتوقع ايضا كنوع من اهداف محققه. يعني هو. نعم. هو طبعا انا شوف مثل ما تفضل اخوي عامر صراحه، وانا معاه ايده في 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 الدفاع وتنظيم الدفاع، العربي كان قايب تماما، لان فعلا انا عندي مقابل عندي هجوم خطر، عندي المتابعين للمهاجم خطرين. شنو اللي سواه العربي عشان يوقف؟ هل انا بس اروح اهجم وانسى انا تغطيتي الدفاعيه؟ انا اول شيء لازم ابدا في تنظيم الدفاعي. نعم. وبعدين اشن الهجومات على الفريق. نعم. الخصم. استحق السالمية الفوز ترى؟ طبيعي طبيعي اكيد. وفي شغله بعد كابتن عادل، عفوا يعني يعني انا مستغرب من مدرب العربي، هذه النوعيه من الجنسيات اللي هي من اوروبا الشرقيه، اهتمامهم بالبدايه في انه يطلع من المباراه انه ما يدش عليه الجول. نعم. يعني اهتمام الدفاعي اكثر. نعم. منه هو هجوم. انا مستغرب من مدرب الفريق النادي العربي اللي هو اهتمامه بالهجوم على حساب الدفاع. نعم. وهذا اللي سبب اعتقد انه يعني الثغرات الواضحه هذه اللي كانت في دفاع. نعم. تأيد كابتن علي يعني برؤيتك التحليليه، انت كونك لاعب يعني سابق ولاعب دولي ولك مكانتك يعني، بس انا اللي اقصده، هل تؤيد انه اللي يعني يقول ان العربي اليوم هو الاختبار الحقيقي، ان في السابق ما كانت اختبارات حقيقيه مثل ما ذكر عمرو ياسر كدفاع العربي، اليوم اختبر اختبار حقيقي، يعني تأيد هذه الجمله ان هذا اول اختبار للعربي واخفق فيه، ولا تراها خساره مباراه عاديه وممكن العربي يتطور، او برايك يعني؟ لا شوف، احنا لا ننسى ان فريق النادي العربي فريق تطور عن مستوى عن السنه الماضيه. بعد يقولك ما في اختبار. لا، كل الفرق اللي لعب معها فرق محترمة. وما نبخس أي حق فريق يعني صراحة اللي لعب معها، بغض النظر عن تفاوت مستوى بعض الفرق. اليوم مباراة السالمية، طبعا فريق نادي السالمية مستوى متطور. نعم. مستوى صراحة أذهل جميع الفرق. نعم. حقيقة فريق محترم، إدارة صراحة لازم الواحد يرفع لها صراحة العقال، على أساس. نعم. أنه صراحة اللي أدوه بهالفريق والتعب وصبرهم حتى على المدرب يوم. نعم. يعني الكابتن محمد هليسي يوم ياهم أعتقد بنص السنة الموسم ولم يوفق. نعم. في البداية يعني. صبروا. نعم. عليه، عارفين قدراته المدرب، وهذا أتى ثماره وجنوا منه هالسنة في 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 تطور المستوى اللي حصل. شوف، أعتقد فريق النادي العربي طبعا احنا يعني اليوم لعبة النادي العربي مع السالمية، يعني احنا العربي لعب ضد كاظمة. نعم. كاظمة فريق طبعا يعني ما نقول عنه انه فريق سيء. نعم. لعب ضد اعتقد اعتقد يمكن الفحيحيل يمكن. نعم. الربو فحيحيل الخيطان هم الفحيحيل. نعم. كان يعني ند قوي. نعم. لنادي العربي، يعني ما كان فريق سهل. اتوقع ان فريق النادي العربي يحتاج الى تدعيم الخط الدفاعي. نعم. الخط الدفاعي جدا صراحه غير يعني بوجهة نظري إن 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 يحتاج إلى 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 تركيز أكثر. نعم. في مباريات، يعني أتوقع إن المهاجم جمعة سعيد هذا، أتوقع إن مدرب فريق النادي العربي لازم هو اللي كان يعني يعطي تعليماته للمدافعين. نعم. في 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 لأن أنت كمدرب أنت قاعد تشوف المباراة وقاعد تشوف الفريق الخصم، قاعد تشوف اللاعبين الخطرين في الفريق، أنت لازم تكون تعطيهم، ما يكون الهجوم على حساب الدفاع. فأتوقع إن
يعني هو اليوم يعني نقول احنا اختبار صدق قوي للنادي العربي، ما عرفوا يتعاملون معه ما جادوا التعامل صراحه، ما عرفوا يعني. انا اتوقع شوف نادي العربي اليوم غلطتهم بعد كانت انه في الشوط الاول المخزون اللياقي كله استنفذوه في الشوط الاول. ممتاز. انا جاي حق الدكتور صقر على هالجانب. دكتور لو لاحظ المباراه مثل ما ذكر الكابتن عادل، انت ما شاء الله دكتور بتعليم الحركي ويعني الامور اللياقيه هذه، قال ان ميز السالميه اليوم حضور بدني عالي على مستوى الشوطين نفسي وفني يعني تكتيكي. العربي لو لاحظ المخزون اللياقي بين يقل واضح بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني. شفنا فريق يعني كان اللاعب ما يبي الكره، يعني كانه يرمي الكره وبس للخط الامامي ويعني عبور بس لاعب دفاع. يعني ليش نشوف هذه المناظر دائما تتكرر في يعني دورينا بالذات، ان اللاعب فتره معينه يعطي شوط او يوزع على شوطين، ما عنده ثقافه توزيع هذا. ورايك يعني على المباراه ورؤيتك اتجاهها يعني وانت من محبي العربي؟ طبعا مسي على الاخوه المشاهدين، على اخواني الموجودين بالاستديو، مساكم الله بالخير. قد يجوز وانا بنتقل اول شيء لسؤالك الاولي ابو جوهر، يتكلم عن مخزون اللياقه البدنيه. مخزون اللياقه البدنيه هو اصلا فن التعامل معه، هو فن لحاله، ان انت كيف تقسم لياقتك على مدى المباراه كلها. يعني مثلا على سبيل المثال يوم من الايام انا كنت داخل في اختبار كليه التربيه الاساسيه قسم التربيه البدنيه والرياضه، فمن بدايه على بنا يعني لاعب منتخب وحالتي حاله، انه ما انت انت عارف انه يعني شنو المتطلبات مالت الالعاب القوه، بانك انت تاخذ الدورتين بسرعه محدده. فانا مسكت سبرنت من اول من اول لعب، خلصت الدوره الاولى قعدت امشي، والله الدوره الثانيه مشي. ما تقدر يعني انا طلعت السابع وقتها ولا الثامن. ما شلون يقدر اللاعب يعني شنو الثقافه اللي تنغرس فيه من المدرب من الدور؟ لا طبعا من الجميع. هو اولا رفع مستوى اللياقه البدنيه، هذا مسؤول عنه مدرب اللياقه البدنيه، وايضا مسؤول عنه من الجانب المدرب كيف يوزع الجرعات مالت اللياقه البدنيه عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين شلون توزع الثقافه على اللاعب. نعم. ثقافه اللاعب متى تضغط، متى تريح، شلون طريقه الركض، حتى طريقه التنفس. نعم. طريقه الراحه، في راحه ايجابيه في راحه سلبيه، انت الراحه الايجابيه راحه سلبيه تفرق حتى في طريقه الريكفري، هو استرجاع خلينا نقول مثلا النفس او الراحه الموجوده في الجسم. نعم. فهذه كلها ثقافه ترجع الى عده امور. ليش اللي صار اليوم؟ ممكن الجانب النفسي اصلا يطغي على الجانب الفني في بعض الاحيان. شلون مثلا انا لاعب اليوم، انا عندي ثقافه باني انا متى اركض، متى اخفف، متى اضغط، متى اريح، لكن في حال الخساره هني اللاعب اذا ما تمالك نفسه تلقاه بس يبي يركض يبي يعوض. فريق العربي داش ما بقول مشحون، ولكن هدفه الحفاظ على الصداره. نعم. اي هدف يجي عليه راح يقاتل من اجل اما التعادل او الفوز. لا ما لا في غيرها. يعني انت تقصد دكتور باختصار الشتات الذهني يشتت الجهد البدني؟ اكيد. يعني شتت انا نفسيا خلاص فاضرب. زين العربي اليوم اختبار حقيقي ولا اليوم ما بقول اختبار حقيقي، ممكن انا عندي يعني ملاحظه على اخوي، مو ملاحظه يعني قد اختلف معاه في نقطه بسيطه، اللي قال اداء غير متوقع من السالمية. لا هو كان اداء متوقع في السالمية. الكبير ما يبين الا مع الكبار. لما طالع انت مباراته مع نادي القادسيه تعرف بان نادي السالميه راح يلعب لعب كبير مع النادي العربي. نعم. فاليوم انا ما عرفت اتفق، طبعا انا هذا الجانب اللي اختلفت فيه، بس انه كان اداء غير متوقع، لكن اتفق معاه 100% في تحليله، خصوصا لما تكلم على خط الدفاع. تكلم عن الزون ديفنس اللي هو طبعا دفاع المنطقه، او تكلم عن المان تو مان، فعلا ما كان موجود. جمعه سعيد استمتع اليوم في الملعب. نعم. يعني اخذ سعيد، كان سعيد جدا جدا جدا، يعني ما كان موجود مع الا اتوقع فهد الفرحان. نعم. خصوصا في الهجمه المرتده الواضحه اللي يعني. نعم. وما في ما كان في اصلا تغطيه مع فهد الفرحان. نعم. يعني دخل المهاجم الثاني ومستمتع ايضا هو في المباراه، ولا كان في احد موجود في. نعم. الزون المختص في الديفنس، فهذه. نعم. كانت احد النقاط السلبيه. لكن يعني ودي يعني انا ما ببارك حق نادي السالميه الفوز فقط. نعم. ابارك لهم المستوى الجميل اللي قاعد يقدمونه. نعم. فهي رسالتين، الاولى ابارك لهم على جمعه سعيد، لما انا قلتها من الحلقه اللي طافت. نعم. جمعه سعيد لاعب ممتاز غير فيصل العنزي، يعني هم ابارك لهم فيه. ما شاء الله ما شاء الله كيتا قال لك سور برلين. لكن انا ودي اوجه رساله للاتحاد الكويتي لكره القدم. نعم. اليوم هذا الموسم غير الموسم الماضي واللي قبله،
يعني قاعد نطالع على الاقل منافسه، قاعد نطالع متعه كرويه بين الفرق. فريق النادي العربي اللي كنا نتمنى بان يوصل الى الصداره ما زال موجود الحين، طبعا ما زال في عطاء، مو صداره او في منافسه، لكن نادي السالميه رجع، نادي الجهره موجود اليوم في المنافسه، نادي الكويت، نادي القادسيه، فاليوم في متعه. فاتمنى بان جميع الاخطاء والشحن اللي كان موجود في السابق من لجنه المسابقات، من لجنه المسابقات او مثلا من لجنه الانضباط، اتمنى على الاقل يعني يخف هالموسم على الاقل، يعود خلينا نطالع كره. نعم ملينا. نعم ولازم نشيد بعد، ترى صراحه انا اقول لها في حكم مباراه اليوم. نعم. لا للامانه فعلا صراحه كان حكم صراحه منصف. نعم. انا دائما اهاجم الحكام صراحه. بس حسين عاشور يقول اذا مخرجنا عندك اللقطه اتوقع موجوده، اللي هي البلنتي الاول للنادي، مو البلنتي الاول للنادي العربي اللي هو عودي الصيفي اللي كان يبي طرد المست الكره، يقول لو كانت لامسته يعني المفروض كان يعطيه طرد، لانه هو عطى انذار في منتصف الملعب وال يعني اللمسه الاخرى داخل منطقه الجزاء اللي يحتسب عليها البلنتي لم تحسب. يعني هذا رساله حسين عاشور، هو ردك صح، انت قاعد تقول للحكم ممتاز وهو حسين عاشور يقول يعني هذا فيها شك او كابتن علي مثلا اذا اخطا خطا واحد بسيط، يعني انت ما قاعد ما بقول بسيطه لكن بقول اذا اخطا خطا ومباراه 90 دقيقه كان أداء أفضل من يعني أداء التحكيم اللي شفناه في مواسم سابقة. نعم. لازم تشيد فيه. نعم. يعني هو شوف الشغلة اللي أو الحدث اللي صار حسب ما سمعت أنا من بعض المحللين الحكام يعني في نعم. بعض القنوات إن هي ما كانت متعمدة، يعني الحدث هذا علي مندني تقصد، أعتقد الحكم الدول علي مندني، كابتن علي مندني قال إنه غير متعمد، غير متعمد فإنه ما يضطر إنه لأنه ما ضم إيده فممكن يعطيه بلن يعطي يعني يحتسب بلنتي عليك عودي الصيف العربي، ولكن إنه مو متعمد. إيه بس طبعًا 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 الجماهير والإداريين العربي يعني يعتقدون إنه كأنذار ثاني يعتبر له، فممكن ما عندهم يعني الفكرة إنه هو متعمد أو متعمد، خلاص هو أخذ عليها أنذار وعنده أنذار سابق. نعم. فالمفروض والأولى أخذ عليها أنذار بنص الملعب لأنه متعمد. هو أبو جار أنا ما مقطع كلامي لكن ما أقدر نفتي فيها صراحة، هي أنا هي, ما هي يعني وايد تداخلات وتعتمد على تقدير الحكم. نعم. لكن الهند اللي صارت بالكورنر لا هي رايحة للاعب وراها ولا هي مانع هدف. نعم. ولا هو متعمد يعني. نعم. صحيح عنده أنذار، فأنا أعتقد الحكم قاسها من هالناحية. نعم. إنه يعني مو متوفرة كل الشروط اللي فعلا تكون. نعم. صارمة لعمق الطرد. نعم. في هالوقت هذا يعني حتى ضربة حتى البلنتي اللي أعطى حق العربي بنهاية الشوط الثاني في ناس وايد قالوا في شك إن اللاعبين متماسكين إنه مو بلنتي، وهذا إحنا هذه طبعا أخطاء تقديرية، ولكن إحنا نتكلم على أداء الحكم على 90 دقيقة صراحة كان موفق ولياقة بدنية ومتابع لكل الكرة يعني. نعم. كان ممتاز. دكتور هذا طبعا رسالة من المنسق الإعلامي يوسف الجاسم لنادي السالمية. نعم. يقول 200 دينار لجمعة سعيد، 100 دينار لفيصل العنزي، 100 دينار لنايف زويد. نعم. من هذا طبعا رساله من المنسق الاعلامي يوسف الجاسم منه هو ولا لا ما هو اتوقع في مجلس الإدارة طبعا وين هو شكله على كل جول 100 منك انت لان شك منك انت منه هو 200 حط جولين مجار منه هو ونايف جول 100 وفيصل وازنوا له صلع الهدفين اتصور فيصل يستحق 1000 طبعا راح نتكلم صراحه فيصل العنزي بالتحديد راح نتكلم عن فيصل العنزي وراح ارجع لكابتن عامر ياسر على يعني رايك في دور الحكم وانتقال الجمهور العرباوي للحكم وما له وما عليه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا بعد هذا الفاصل. يعني صراحه انا شدني تصريح الاخ العزيز رئيس نادي السالميه تركي يوسف بان يعني حضور الجماهير مثل ما ذكرنا في بدايه التقرير يعني ما وقفنا عندنا حضور الجماهير اليوم النادي العربي احسسنا انه في مباراه خارج الكويت. نعم. يعني وبالفعل تلعب مع زعيم، يعني اتوقع كلمه جميله يعني من خصم فايز عليك في المباراه ويتكلم بهذا النفس، يعني مو بنفس استقامه نفس مديح، وان هذا مباراه جميله بين الفريقين وتداولت بشكل اكبر.
انا ادري شوي ما تحب لويه الحكام والهذا لا, بس لا لا الحكام لا بس ما رايك فيك انا ودي اتكلم عن المباراه لا راح اتكلم عن المباراه بس يعني رأيك الجمهور انت مثل ما تفضلت يعني انا ودي اتكلم عن الجمهور هذا يعني لا, 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 لا يزعل الجمهور ما يزعل وان شاء الله جمهور العربي ما راح يزعل لا, لا, لا هذا الدوري وهذا طعمه وهذا لا حلاوته نعم الدوري احنا تو بمشواره هذه يعني الاسبوع الخامس نعم احنا ورانا 26 اسبوع اتوقع الجمهور يكمل بالحضور ان شاء الله يكمل لا. ان شاء الله يكمل هي اليوم في اخطاء لو كانت تعالجت بالشكل الصحيح من الشوط الاول كان داركناها لا. ولكن المدرب لم يقرا نادي السالميه بالشكل الصحيح مع لعبه القادسيه لذلك انا كنت يعني واضح الثغرات بالفريق نعم. وكذلك بالشكل الهجومي انت لو بتلاحظ هدفنا خلي الهدف البلنتي الهدف اللي سجله فراس بالهد هي الرفعه الوحيده او الهجمه خلينا نقول الهجمه الصحيحه نعم. اللي جات منها كره عرضيه كروس من على راس نعم. فراس الخطيب بعدها ما جات اي كره هجمه صحيحه نعم. مرتبه منظمه نعم. كرات مقطوعه بالنص ما كانت تكمل خلينا نقول التشكيل الجملة التكتيكية ما كانت تكمل لغاية الهدف أو الخطوة اللي شفناها أو المتوقعة ولكن إحنا نقول لحد الآن عندنا عناصر عندنا دام هذه الروح موجودة في اللاعبين وفي الجمهور إن شاء الله نستمر إن شاء الله نعوض الخسارة قلت لك اليوم نادي السالميه الحقيقه نعم. لفت نظرنا كلنا نعم. اللعب اليوم الكل استانس صقر يعني يقول لك يعني صقر يا خوش كلمه ذكرتني دكتور صقر يقول اختلف وياك السالميه مبين انه فريق يعني ما راح يعني خلينا نقول يفاجئنا بمستوى امام العربي لان قدام قادسيه يلعب مباراه كبيره الدكتور صحيح كلامه نعم. ولكن انت قاعد تلعب ضد خلينا نقول 12 لاعب نعم. اليوم الحضور الجماهيري احنا توقعنا ان السالمية يتراجع نعم اليوم لو بتلاحظ اللعب مفتوح نعم اللعب مفتوح السالمية ما لعب دفاع ولا نعم. سكر نعم لعب على هجمات وتكتيك وانا حيي توني اسال ابو بدر اقول له يعني المدرب حقيقه تفكير احترافي عملته نعم لو بتلاحظ تكتيكه الهجومي تغييراته نعم. انت المدرب لما تحكم عليه حتى التغييرات نعم. اللي اجراها في الشوط الثاني نعم. لو بتلاحظها يعني محنكه نعم. مو عشوائيه نعم. مو مثل ما صار لنا احنا نعم. احنا انا اشوف بعض التغييرات اللي عندنا نعم. عشوائيه راح هيك على التغييرات وطريقه يعني المدرب ومبالغته في الهجوم نعم. وخاصه نعم. لان نتائج كبيره مكان مع نادي الجهراء امام الفرق الكبيره مثل الكويت والقادسيه 8 أهداف إلى 6 أهداف عندي اتصالات كثيرة وسعداء بهذه الاتصالات معنا في برنامج الجماهير ويعني تمتعونا وتثرونا إن شاء الله عبر مشاركتكم وحول قمة العربي والسالمية وما مالكم ملاحظات من دوري فيفا المتصل الأول أخ العز عبد الله الحسيني تفضل يعطيك العافية أبو جور حياك الله أخوي عبد الله أصب عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الكبار اللي عندك حياك الله بس أنا عندي ملاحظة على المدرب صراحة نعم المدرب اي مدرب عفوا اي مدرب اخوي عبد الله اي مدرب المدرب العربي مدرب العربي بنياك تفضل بنياك يعني دخل من دفع دخل على الهجوم يلعب لعب فراس موات تشراغ مقصيد هذه كلها نهزه هجوميه نعم انت ايش خليت عندك وراء بالارتكاز عندك طلال وعندك عبد الله يمتازون بالقوه نعم هذول المفروض تحطهم ارتكاز اثنين وتلعب ثلاثه دفاع وتخلي تراه ومقصيد قدام وتخلي فراس وهاي نعم مدرب صراحة هويته اليوم ضايع حتى البلام يعني لما كان يبدل السليمي راح للبلام قال لا تبدل السليمي رده وأنا الحين أشوف واحد طلع سحب طلال نايف وهايل عشان يدخلهم هم نفس الطريقة هي البلام قال لا ما تدخلهم انطر شوية دخل طلال نايف وقعد هايل مشكور يا اخوي عبد الله الحسيني واصله ملاحظتك وراح نقدمها للاخوان ويعني اشرتنا عده مواضيع مهمه اهتمام الزائد بالهجوم عبد العزيز الجمعان تفضل عبد العزيز اهلا وسهلا حياك الله عبد العزيز تفضل حياك الله محمد تفضل حياك الله يا حياك الله يا اخوي اقول لك مثل نادي العربي نادي العربي هذا الكاس اذا العز سوى سؤال السامية له لعب صراحه نعم وضيع كذا فرصه نصول 6 أهداف والعربي اليوم مو زي العربي صراحه
الصالونية الناس تسلل بالملعب. نعم. والدفاع صراحة أو وفد على ما جارب. نعم. الدفاع مرة واحدة صراحة. نعم. فأنا حتى من جمهور العربي احنا نحبه. لا في أحسن من كذا يا أخي، لا تحذف أتحذف. نعم. أو أنا حتى إداريهم أبدا مطوع. نعم. وحرام عليهم. طبعا. يا أخي العارف كله، فوز خسارة. يعني إن هذا فوز. وصير له ولا غاصر عن سنة نفس فرق المصرية. لازم نغلب. نغلبنا نفسي مشكلة. صار مصر. كل الشكر، كل الشكر لك عبد العزيز الجمعان، بارك لك الفوز. وبالفعل يعني احنا جايين على قضيه الجمهور وهذه التصرفات السيئه ما نقبلها من الجمهور العربي او غيره من الجماهير حتى لو كان جمهور المنتخب الكويتي. الاخ عبد المحسن العيدي تفضل. الو خير اخوي ابو جوهر، حياك الله. اتكلم على ضيوفك الكرام. حياك الله، حياك الله اخوي ابو جوهر. المباراه فيها خسران فيها فائز طبعا، السالميه شد حيله وان شاء الله متصدق. انا اي واحد ضد القادسيه اشجعه من صار القادسيه، بس المشكله ان المنصه فيها نصف عقلاء. الحادثه اللي جت على المسؤول الاداري العربي يمكن المخطوره، والمخطوره مسؤول عن النادي العربي. نبي النادي العربي يشوفون من شنو البهرجه هذه، يعني انتم قاعدين المقصوره وتحذفون. طبعا هم حاذفين الحكم. منو عندك اسم احد كان قاعد في المقصوره مسؤول بالعربي حذف تعطينا اسمه؟ والله انا ما اقدر اقول اسمه، بس انا ادري ان انا قاعد مو بالمقصوره، فوق المقصوره. نعم، في ناس حلفوا من المقصوره. طبعا اكيد 100%. ممتاز، مشكور عبد المحسن العيدي، مشكور على مداخلتك. اخونا العزيز ابو عقيل من العراق، اهلا وسهلا فيك. الله يكرمك ابو جوهر، الله يحفظك ان شاء الله. حياك الله ابو جوهر، احييك واحيي ضيوفك الكرام اللي على قصة حسن الضيوف المميزين يا ابو جوهر. طول بعمرك، مشكور يا ابو عقيل، تفضل. الله يكرمك ان شاء الله. موضوع الاول يا ابو جوهر، ان شاء الله بعطيك المجال، ان شاء الله يتم الموافقه على زياده دعم الحكومه للانديه نضاعف ان شاء الله. هذا يفعل على تطوير مستوى الانديه وعلى الانديه ان تضع الخطط من الحين من اليوم. نعم. كل الالعاب كافه طالبه للماده بالسفر الحين، وخاصه الاستناد بالقاعده هي اساس انه هو بالمستوى الرياضي للنادي والبلد. والانديه اللي كانت تعاني من قله الدعم الان ما عندها ماده اصبحت موجوده، فيجب عليها تدخل منافسه مع الانديه الكبيره. هذا اولا. ثانيا تطبيق الاحتراف لا شك يفعل على النهوض بمستوى الكره، وهو احد الاسباب تفرغ اللاعب للكره. على اتحاد كرة القدم تطبيق المسابقات، حيث ان المسابقات الحين مسابقة الدوري المغيب قاتل اللاعبين. شفت اليوم فيصل العريفي مستوى شو لما كان بقاسيه، كان على الدوري الرديف يا ابو جوهر، عاد المطر من افضل اللاعبين اللي يمكن ما صارت العين على شاهدته اليوم. صحيح. كيف يدافع مع كيتا، حتى لو ماكو فرق بينه وبين كيتا يمكن حتى بالوضع الكره. فهذا اللاعب لو كان بالقادسيه كان يمكن الدوري الرديف. فالغاء دور النادي وتقليل عدد اللاعبين الى 25 لاعب بكل نادي، يمكن النادي اللاعبين الفاضل راح يجيب من الانديه البقيه راح يستفاد. كل الشكر لك يا ابو عقيل، ونتمنى ان شاء الله مسؤولين ان شاء الله في الاتحاد ان يتابعون مثل ما انت تتابع، لان الاخ ابو عقيل من العراق رجل متابع الكره الكويتيه بشكل كبير. شجع قاعد والله ما ادري ايش يشجع بالكويت، بس قاعد يتكلم عن لائحه الاحتراف الجزئي اللي هو المقترح لزياده راس اموال الانديه ومكافاتهم من نصف مليون الى مليون. يتكلم انه عن فيصل العنزي وعادل مطرنا كانوا يلعبون بالقادسيه بالرديف، والان يعني فيعني ان شاء الله ان شاء الله اتمنى المسؤولين يتابعون نفسك ان شاء الله، يعني مسؤولين بالاتحاد والانديه ورؤساء الانديه انه يهتمون في يعني بالدوري الكويتي مثل ما انت قاعد تهتم وانت في العراق. حسين الخميس تفضل. الو السلام عليكم. حياك الله اخوي حسين. الله بخير ابو جوهر. حياك الله. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه على البرنامج الناجح. حياك الله، اهلا وسهلا. واحييك واحيي ضيوفك الكرام الصراحه اللي مميزين. حياك الله اخوي حسين، تفضل. احنا الصراحه نبارك حق السالميه الفوز هذا الجيد، وصراحه يعني هم حسينا فاجئونا مستواهم، وأثبت المدرب الوطني علو كعبة بالدوري الكويتي. هذا هو واحد. نعم. اثنين، العربي طبعا صار على ضغط جماهيري، والعالم نايمة أمس والمدرجات من أمس،
والشحن وشحن الدوري يفكرون بالدوري، هذا اتوقع سبب لهم طبعا صفقه او نوع من النمط النفسي. وانا قد ساوي صدقني استانسنا يوم العربي رجع حق مستواه والعجلة والدوري هالسنه غير، الدوري هالسنه غير، في حماس في كذا، وانا احمل اداره القادسيه توزيع لاعبين محترفين زائد المحليين. والمدرب لك عليه ما غير الجيران، ونبارك حق سامي مره ثانيه وبالعربي مشكورين. نعم كل الشكر لك حسين الخميس، ما شاء الله متصلين كثار ويعني سعداء بهذا التواصل الكبير. الاخ سعد مبارك تفضل. اهلا محمد، نحييكم بتحيه الامل والمحبه والسلام يا استاذ محمد. حياك الله، اهلا وسهلا. تريد طال عمرك مكافاه المجد ومحاسبه المسيء، طال عمرك وفي الاداء والانجاز واتخاذ اجراءات سريعه يا استاذي بالنسبة للأخطاء التي ترتكب إداريا وماليا. وبعدين يا أستاذي أنا أعرف في تصرفات فردية في يمني يقفط زقاير وبنات في المدرج يا أستاذي، ويقول أنا حرية. لا إحنا ما لنا شغل، ما لنا شغل هذا يقفط زقاير وبنات، ما لنا شغل. لا إحنا ما لنا شغل بالجناس والأمور يا أستاذ سعد. سعد والسلام على من اتبع الهدى. حياك الله، السلام على من اتبع الهدى. بس احنا ما لنا شغل يا استاذ سعد في موضوع فلان جنسيته يحبب بنك وهذا اضراب عن طعام، خلص الجمهور هو جمهور، احنا ما تعنينا الجناسي ولا هذا، اغلبهم جمهور ابناء الكويت ولا مقيمين، بالنهايه هم جمهور محبين النادي العربي. اذا اصبح خطا ولا حتى لو فرد او افراد او مجموعه اثروا على الجمهور، يبقى هم حطوا نقطه سوداء في هذا الجمهور الوفي وهو جمهور النادي العربي، وننتقد كافه التصرفات، ما لنا شغل في الجناسه الى اخره. محمد جسار تفضل. صباحك الله بالخير ابو جوهر. حياك الله اخوي، احنا مساء الخير للحين، ملعب الوطن صباح الخير. مساء الخير، صباح الخير، ما في شيء. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا محمد جسار تفضل. اهلا بالحبيب، اقول هارد لك زعيم الكره الكويتيه الخساره اليوم. نعم. وهذه خسارة مباراة ما هي خسارة دوري. أو أقول حق السالمية قلت لك مستوى، واليوم أثبت أن السالمية فريق قد يعني عنده نفس طويل حق الدوري إن شاء الله، يعني بس من مباراة العربي هو أثبت أن عنده نفس طويل. نعم. وحبيت بس ملاحظة، يا ليت الجمهور العربي يبتعد عن سوالف التحذف هذا. اليوم كان الجمهور رقم واحد بالمباراة وبشهادة نعم. رئيس نادي السالمية نعم. قالها بلسانه، قال ملح الدوري ملح المباراة وهم جمهور الزعيم العربي الزعيم نعم. وأقول حق نادي الكويت مباراتكم باكر مع الجهرة، الجهرة جدا صعبين وما راح ما توقع كاظمة بكرة مباراة كاظمة، ما عندنا مباراة كاظمة سوري ضيعت بين كاظمة. أقول حق كاظمة شدوا حيلكم باكر مع الجهرة مباراة، فيك العافية. طول بعمرك، مشكور يا محمد الجسار. جاسم الحوسني، جاسم الحوسني تفضل. حياك الله، عشان الله يبارك فيكم ان شاء الله. طول بعمرك. طبعا امسي عليك كابتن ابو جوهر وعلى الكباتن زمن الجميل، كباتن حلوين. نعم. بعجاله اتوقع الدوري ان شاء الله من احلى دوري راح يكون. جاسم شنو الزمن الجميل يعني شيبتهم كنا احنا بعد حاله من حال الكباتن الحلوين اللي عندك. طول في العمر يا جاسم. وياك ان شاء الله. طبعا الدوري ان شاء الله السنه اتوقع ان شاء الله يكون احلى دوري لاسباب رجوع السالمي العربي بقوه، مع اني انا قد ساوي، لكن احنا نبي دوري قوي. صحيح. وحق مشروع لكل نادي ان ياخذ دوري، لكن في السنوات الأخيرة نلاحظ القادسية والكويت فقط. اليوم احنا بكرة صح فرق تنافس، وحلاوة الدوري انك ما تعرف البطل الا باخر المباريات. صحيح. ومن خلال الفرق هذه يعني تكون لك منتخب صح. انا اليوم ما اتكلم ان القادسية اخذ الدوري ولا العرب، ابي كرة صح، ابي 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 اشوف لاعبين كبار، ابي اشوف منتخب انقي لاعبين من الانديه، انقي لاعبين يعني لهم ثقلهم وزنهم بالملعب مثل ايام الزمن الكبات الحلوين قاعدين عندك. نعم. وانا اخر شيء طبعا يبارك لنادي السالميه والعربي ظل زعيم، ما في يعني روح تعال زعيم الكره الكويتيه، وعسى الله يبارك فيكم ان شاء الله. مشكورين. نعم. نعم. مشكور يا جاسم الحسني على روحك العالية، وبالعكس بالفعل يعني صدقت إنه إذا ما كل الأندية تعود إلى مستواها ما نستمتع إحنا كجماهير في المسابقات وفي الدوري. ما شاء الله أسئلة كثيرة من الجمهور، وما زال عندي متصلين وأسئلة كثيرة أيضا أوجهها لكباتننا، وحاب إني أستغل وجودهم معنا. بعد الفاصل أرجع للكباتن وأسئلة المتصلين.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. عن بعد هذا الفاصل ونتحاور مع يعني اسئله متصلين ما شاء الله، هي محاور كثيره وعديده. يقول لك عبد الله الحسيني يعني بونياك مهتم دائما في الهجوم، الهجوم 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 الهجوم، يعني لعب السليمي نزعه هجوميه، علي مقصيد نزعه هجوميه، محمد اشراق، المواس، يعني ما طلال نايف موجود يعني مثلا على دكه الاحتياط وفاقد الدفاع. وعلى فكره ترى عنده تجربه، مره من المرات كان سلمان عواد الله يذكره بالخير مدربنا الوطني وخلف السلامه لاعب دولي السابق كانوا معي في الاستديو، نعم، كانوا يحلون مباراه النادي الجهره والقادسيه او الكويت اتوقع. يقول هو مدرب ممتاز مع الفرق، نقول متواضعه على المستوى الفني، لكن مع الفرق الكبيره ياخذ له وجبات دسمه يعني. يعني دائما 8 اخذها من القادسيه، 6 من الكويت، ومره 5 يعني 3-0، يعني ياخذ نتائج كبيره. يعني دائما يلعب على اللعب قوران بس مال الهجوم مو الدفاع. انا ما ادري شنو يفتح وايد نظات يعني في 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 كل واحد له نظره بالمدرب. نعم، خلينا نقول كل واحد له نظره. انا اختلف عن مبدا يمكن علي، نعم، يختلف عني. انا لما اشوف المدرب اذا ما قرا الفريق اللي قدامه، الخطوه الاولى انك تقرا الفريق اللي انت بتلعب وياه. نعم، اوكي، انت قعدت الشوط الاول وشفت خطوره على مرماك وما قدرت تسوي شيء، اسمح لي مدرب، انا ما اقول لك بس تفكر هجوم، انا ما اقول لك لا تهجم، بالعكس هذا شيء نزع عندك نزعه هجوميه، لكن انت امن الدفاع اول، انت عليك هجوم متاخر مثل ما قال لك مبدر. اليوم كان بامكان اللاعب يسجل اكثر من 2-3 في الشوط الاول، وجيت الشوط الثاني ما صلحت، فانت على حساب النزعه الهجوميه يعني انا افتح الدفاع ولا اشوف انه في 2 مو متجانسين؟ لا، لازم اسكر. انا يمكن ما العب 4 يمكن العب 3 احل المشكله، لان السالميين كانوا يلعبون قدام في 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 لاعب خط حربه، احط 3 واحد يراقب 2 يغطون. نعم، اليوم لو بتشوف الانفرادات يبين لك الخلل في الدفاع. نعم، هذا حكم على المدرب. انا نعم، اليوم احمل المسؤوليه. نعم، ولكن اذا صلح في المستقبل شيء زين، ان عنده نزعه هجوميه وعندك انت مهاجمين صح. لما تجي بالتغييرات اللي شفناها، ما شفنا تغييرات ايجابيه، نعم، تغييرات سلبيه. اليوم فهد رشيد يعتقد نزل ما لمس الكره. نعم، ما ادري شنو نظرته في فهد رشيد. نزل طلال نايف بينما كان طلال لونج بول يعني باخر دقائق كان طويل. يوم نزل كان العربي مغلوبين، يعني هو المفترض نزل مهاجم، المفترض كان تبدا فيه طلال نايف. نعم، انت يمكن اول شيء يسميها احنا اول 10 دقائق من دائما جيس نبض مثلا، جيس نبض، انت بتشوف الفريق اللي قدامك. نعم، انت شفت اول 10 دقائق شلون السالميه ضغط. نعم، وضيع اهداف اول 10 دقائق. نعم، فانت كان المفروض تبدا بطلال نايف، تخلي محمد الشاق خله ورقه رابحه لك في الشوط الثاني. نعم، ايش رايك بنقطة خليل بلام؟ يعني يقول لك هو بيطلع لاعب وسط. انا شخصية المدرب ما اعرفها. لا مو شخصية المدرب، ما اقدر اتكلم في ناس. لا مو شخصية المدرب. هل يجوز ان مثلا انا كمدرب بطلع لاعب وسط وبدخل مهاجم؟ ترى انا مدرب تبديلي خطا. يحق لك كاداري تقول وخر اللاعب. لا قاعد اقول لك شخصية المدرب، شلون تقول لي مو شخصية المدرب؟ شوف راح نحط لك اللقطة. شخصية المدرب يدخل خليل بلام يقول له خلاص، يعني انا لو خليل بلام يوضح يعني نكون شاكرين له، يعني ما ندري شنو منها. وعد كذاك المتصل عبد المحسن العيدي اتوقع كرر هالحاله، بتصير الا في اذا اصابه بالداخل. نعم، الملعب اي الاداري يقول لحظه شوي خلينا نشوف الاصابه، يمكن بيبدل اللاعب. ما اعتقد يعني إن الاخ خليل، لكن ما اعتقد يعني انا على ما على دافع على قرار المدرب. انا قاعد اتوقع بان في خطا، لان حتى لما في التبديل الثاني خرج لاعب 33 مكان لاعب 32، فاتوقع كان في اتوقع انا في خطا. نعم، لكن اذا فعلا حصل هذا بس لا، انا ايضا وفق المتصلين بدون لا المدرب دكتور، بس احنا ايضا احنا ما نتم، احنا نقول لك هذه يعني خلينا نقول لقطة غريبة أو يعني غريبة. وثاني شيء المتصلين اللي اتصلوا قالوا إن خليل بلام اعترض على تباديل اللي شافوه احنا شفناه، لكن شو التفسير؟ شوف هذه اعترض على تباديل بونياك لأنه احنا مغلوبين، وأيضا قاعد يطلع لاعب نص ويدخل مهاجم، يعني كأنه قاعد يسيب الدفاع أكثر، فالإداري طلع واعترض.
هذا الكلام وليس اتهام لخليل بلام. بجوار يعني احترامي له، هل المدرب يوقف شيء كأنه مزهرية يطالع بأنه يجي إداري يطلع؟ لا أنا أتصور هذه الأحداث تصير وايد. في لها تفسير. تصير ساعات إنه خطأ في الرقم. نبدل اللاعب تصير حصلت حتى معاي أنا ما سيك يعني كل مدرب يمكن في فترة من فترات تبدل اللاعب يقول لك وقف لا خلينا نشوف مثل ما تفضل الدكتور في لاعب في إصابة أو في ممكن راح تنشد ريوله فيوقف اصبر شوية لأن عندنا هذا الإداري خبير في اللياقة البدنية أو بالجوانب الفنية الإداري هذا مو مبين قراره، الإداري ممكن راح على أساس ينفذ ما 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 قيل له يعني من المدرب ممكن. طبيعي هو نعم. المدرب قال له صبر يشوف هذا قال له صبر لا يغير الحين او انه بيرفع انا معترض على غرام او كره تصير كره نسمع منه يعني او دكتور تصير لعبه ذاتها فيها لعبه لا تستوجب انه اخلي اللاعب هذا وراها ابدل نعم. وهو راح يبدل وايد امور تصير يعني احنا ما نبي نقطع في لاعبين يطلبون منك التغيير يعني اثناء المباراه يقولك لا تبدل فلان انا تعبان ما اقدر اكمل فيمكن قال له لاعب من اللاعبين قال له انا ما اقدر في اكثر من سيناريو مجرب ممكن يا خليل ينفذ او مثلا يا خليل قال له لحظه خل اقول حق المدرب ان فلان ما يقدر مثلا نعم. يعني ما تدري انت شنو السيناريو لا احنا ما نقدر احنا السيناريو يعني فلازم تسمع حتى نوضح حتى الوضع احنا ما قاعد نتهم خليل بلام انه هو لم يحترم قرار المدرب او مثلا كسر تبديل المدرب، احنا نقول لك هذا في متصلين اتصلوا علينا الان وقالوا انه كان بونياك يبي يخرج العيس السليمي لاعب النص ويبي يشرك مهاجم والفريق خسران ومحتاج الى تنظيم دفاعي نوعا ما، يعني مو معناته انه خسران بس ادخل مهاجم، فيقول ان خليل بلام اعترض على يعني المدرب وتبديله، احنا بس قاعد نقول ما قال المتصل وليس اتهام لخليل بلام بانه هو بعد واذا خليل يعني قاعد يسمع لخليل بلام بانور له الحق بالمشاركه وهو دائما يعني طبعا ما يقصر برنامج الجماهير واكثر مره اتانا ضيف ودائما متواصل معنا بالذات كبرنامج الجماهير، ممتاز. نتكلم عن الجانب الثاني علي، اليوم تحذ في المقصوره يعني اليوم هذه حتى تحذيف القوانين يعني القوانين بشكل عشوائي في الملعب من جماهير العربي اتوقع يعني اساءت الجمهور العربي. طبعا هذه الشغله طبعا احنا ما نرضاها، يعني جمهور العربي جمهور كبير، جمهور وفي لفريقه، مهما حدث للنادي العربي تلقاهم هم ما شاء الله عليهم يعني متواجدين عند غرف الملاعب ويبكون يعني جمهور صراحه كبير ووفي لفريقه. طبعا يعني الفئه هذه اللي اساءت للجمهور العربي وعملت الاحداث هذه واللي انصاب منها يعني اتوقع حتى يعني عز المطوع يعني نتحمد للسلامه يعني طبعا شغله هذه احنا ما ودنا ان نشوفها في ملاعبنا. يعني استمتعنا صراحه في مباراه من بدايه المباراه قبل الاحداث هذه كانت مباراه جميله وممتعه صراحه شدتنا يعني خلتنا حتى ننسى كل شيء صراحه يعني نتابع بقى. انا اتمنى يعني ان شاء الله في المباريات القادمه يعني الحماس الزايد هذا ان ما يطغى على 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 يعني اخلاق الجمهور وجمهور العربي احنا عارفين انه جمهور وفي وجمهور طبعا يعني يعتبر من اكبر الجماهير في 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 الكويت يعني عرفت شلون. نعم. انا اتمنى لهم ان شاء الله نعتقد انا انضم منها الجمهور نفسه يعني تحذف توقف المباراه واثر على اللاعب نعم. يعني الجمهور قاعد يضر لاعبينه صحيح يعني اليوم صح. اثر فيها حتى لما الحكم عطى 10 دقائق كرامات الاتحاد كانت 10 دقائق يمكن بعد الاتحاد الوقفه هذه يمكن تموت اللاعب صحيح نعم. فهذه سلبيه يعني قد يكون يعني عرباوي متعصب او لا يكون عرباوي لكن هذه وقفت مباريات احنا جينا بوقت كنا قبل نشوف الكره ما تطلع برا اوت عشان ما تاخذ وقت وكذي نعم. فما بالك وقفت اليوم كذا ما يعني اعتقد اخر 10 دقائق نعم. لا يعني هو شيء محزن صراحه لما نشوف احنا الجمهور العربي الجمهور اللي لا معزه من كل الرياضيين ما اتوقع لا معزه فقط من اداره النادي العربي ومن لاعبين النادي العربي الجميع يعني محبي الرياضه الكويتيه يشيدون بوفاء هذا الجمهور نعم. فنحزن لما نشوف في تصرفات من كم من الجمهور يسيئون للجمهور يعني اليوم اغلب في الناس قاعد يقول شوفوا جمهور العربي ايش سوى خلاص ما راح يقول لك والله فلان او قله قليله او البعض الناس يعني الخير يخص الشر يعني يقول لك والله شوف اكثر من 100 واحد من حذف من بد مثلا خلينا نقول مثلا 10000 او من 200 حذفهم من بد 10000 الناس ما راح تشوف ال 9000 راح تشوف ال 200 صحيح وراح تجيك العقوبه على ال 200 يعني اللي قاعد يحذف يعني من الجمهور العربي انت محب لناديك انت قاعد تسيء للجمهور النادي
قاعد تسيء لإدارتك. بكرة الاتحاد يطلع لك قرار عدم حضور الجماهير العربي للمباراة، انت قاعد تحرم آخرين يعني يشجعون ناديهم بكل محبة وكل إخلاص وبكل وفاء يقفون ورا النادي العربي، انت قاعد تدمر النادي العربي. لما تعرف هذا الأمر اللي قاعد تشوفه أمر سهل، انت اللي قاعد تسيء لجمهور النادي العربي الوفي، وانت اللي قاعد تسيء هذا. وأكبر دليل اليوم مدار الفريق ضربوه، يعني إدارة الفريق، وسمعنا أنه أربع غرز على عبد العزيز المطوع، وشوف يعني، وأتوقع أنه بعد عملوا له إسعافات أولية. يعني شيء مخزن صراحة، هذا اللي وصلنا يعني. ما أشوف شر، يعني ما أشوف شر أبو سعود لعبد العزيز المطوع من الإداريين النادي العربي. يعني هل هذا دور الجمهور المحب للنادي العربي؟ إحنا هم بعد لازم تعرف، إحنا الجمهور نفسيات، نعم، وفي ناس تتعب وفي ناس يعني. أنا أتمنى ليش ما نأخذ خطوة ثانية، مثلاً ممنوع ندخل هالبطولة هذه داخل، نعم. يعني كانت في بادة، أنا أذكر أحد الملاعب يحطون الماي بكياس نايلون، نعم، تشرب ماي بكياس نايلون بحيث إنك أو مثلاً البلاستيك أو البلاستيك الخفيف الصغير، نعم، كباية البلاستيك، نعم، تحد من الشغب هذا، نعم. يعني أنت ما تقدر تحكم جمهور يعني، نعم. أنا مثل ما قلت لك نفسيات، يمكن واحد مواعي، يمكن، نعم، ويمكن مو من جمهورك اصلا. احنا استانسنا، انت ليش تفتح مجال؟ خل غير، خل نغير العبوات هذه، نغير التنظيم، يصير افضل يعني. احنا استانسنا يعني بصراحه وجود الجمهور، نعم. يعني شيء يرجع الروح الرياضه كلها، احنا افتقدنا الجمهور، تحس المباريات قامت تصير كئيبه حتى لو مستوى حلو من غير، ليش يحرمونا منهم؟ نعم. يعني بالطريقه هذه مثل ما انت قاعد طبعا اكيد مو كل الجمهور، اكيد في بعض الاشخاص صراحه اي، بس البعض يسيئون لكل الجمهور، قاعد يسيئون لمجموعه نظيفه يعني، ويحرموننا باكر تطلع قرارات، نعم، من الاتحاد تحرم الحضور الجماهيري للفريق العربي، نعم. يعني وهذه ممكن تحصل. احنا شوف، حتى احنا اللي يعني اللي تبع نادي الكويت او تبع نادي القادسيه، يعني كنا نطالب ان مستوى النادي العربي يرجع على اساس الجمهور النادي العربي يرد الملاعب. صراحه جمهور النادي العربي هو ملح الدوري صراحه، نعم. يعني هو موجود بس مو بالكم هذا، هو طول عمره موجود، موجود طبعا بس مو بال، واكثر جمهور يحضر مباريات، صحيح. يعني حتى اليوم شوف المنظر هذا، يعني منظر سيء. شوف الحين يحذفون العز مطوع، شوف هواك العز مطوع، ايه شوف هذه، ايه شوف، كأصيب العز مطوع هذا اللي يما اشر على 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 على, على, على المقصوره، يعني هذا من المقصوره، المفروض المقصوره, إن المقصورة اللي يكونون فيها ناس يعني واعين وناس طه. يعني هذا منظر، يعني اي واحد من الجمهور العربي من المقصوره، اي عرباوي مخلص اذا يعمل هذا المنظر، انت قاعد تسيء لناديك، صحيح. عدل عمر ياسر، انت عرباوي مثل ما قلت لك، يعني انا مثل ما قلت لك، اذا يعني من المقصوره، يعني مو تقول لي والله شباب، قاعد اقول لك من المقصوره، يعني يمكن طفل ولا ولد صغير، من المقصوره اكيد كبار الشخصيات، نعم. بس يتاثى نفسيا وكذا، وشوف واحد منهم شلون حذف البصر، فانت امنع هالشيء هذا وخلاص، تحمد يعني. تحمد احنا بالسلامه، ما تقدر تقلب اعصابك انت بالجمهور، خلي في البيت طالع المباراه هذا مره ثانيه ما نشوفه. احنا نشكر الجماهير العربي اول شيء على حضور هذا الكبير، واللي من جماهير العربي اساءوا لجمهور نادي العربي الله يسامحكم، وانتوا قاعد تسيئوا لناديكم وللاعبينكم قبل لا تسيئوا للرياضه الكويتيه مع الأسف. الجمهور العربي جمهور صاحب أخلاق، جمهور كبير، أمتعنا هذه السنة بوجوده وملح الدوري من انطلاقة الدوري الكويتي، بعودته بهذا الكم الكبير وهذا الوفاء اللي قاعد يظهره للنادي العربي اللي صار له 13 سنة ومحقق دوري. لما يجون بعض من الجماهير يعملون هذه العملة يسيئون لكافة جمهور النادي العربي، ويصبح السوء على جميع جماهير النادي العربي مع الأسف. ونتمنى طبعا أن تكون في هناك أمور هذا. دكتور صقر، قرار يعني اقتراح عامر ياسر جميل، إنه صح نفس ما نصير نفس بعض الدول، ما ندخل القنينة نفسها البلاستيك اللي تكون محملة بالماء، تكون مثلا في خلينا نقول بلغتنا يعني قلاصات، او مثلا الفلين او البلاستيك اللي ممكن ما توصل لمدى بعيد يعني. فلين هاي ما اسمع في قلاص، لا في الفلين الابيض اللي هو العادي، تروح مطعم هندي وفي شاي حليب، عرفت هذا المقطع يعني الا افضح سالفه ايه العبوات الصغيره، اي لا عادي الصغيره انت قاعد تقوله، بس هو العمل الصحيح اللي لازم يصير. قد كان في مباريات سابقه انه يعني حتى عبوه الماء تكون من غير الغطاء، يعني على ما تحذفها انت الا الماء طالع منها، لكن ايضا في بعض الحالات اللي تحذفها الماء يرد يحتفظ، فعلى ما يوصل فافضل شيء مثل على النقوش، هذا النقوش يعرف، هذا النقوش يبش يعرف شلون يحذف بالضبط، مقضوب يحذف. نعم دكتور، يعني من الحامل المسؤوليه الاتحاد، الفريق المنظم، اتوقع يعني المنظم هو النادي العربي لان على ملعبه،
يعني هو ايضا هذا هو اليوم الاتحاد تكلمت يعني انت على المقصوره الجميع مشارك لا تقول الاتحاد ولا العرب الجميع مشارك في هذا نعم. لا تحمل نحمل المسؤوليه لشخص واحد دون نعم. اخر بس اليوم قاعد اتكلم انه موجود في المقصوره فرقم واحد انا ما اتوقع ان احنا مسؤولين رقم واحد رقم اثنين اليوم المقصوره قد تكون ما فيها تنظيم يعني ممكن يزرق ياهل ممكن يدخل شخص غير مسؤول نعم. هذا قاعد تصير يعني مو منظمه مقصوراته مو منظمه اللي يمون على العلاقات العامه انا شفت شباب من الاتحاد كنا شباب من الاتحاد لا لا خفيف لا يعني ايضا في شغله ثانيه هذه يمكن غريبه اذا مرت عليكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاطين صوره ثلاث عرباويه يعني عاملين مبيت في مدرجات النادي العربي ما مرت عليك الصوره هذه ثلاث عرباويه بلاش لا انا شفت نايمين في النادي العربي نايمين نعم نايمين في النادي العربي نعم كان يعرفون على ايش يقولون وثاني يوم قاموا وحطوا صورهم قاعد يتغدون كنابلهم وياهم كنابلهم انا ما اعرف الاشخاص دول الثلاثه ممكن يعني هذا رايي انا البسيط يعني يعني هم ثلاثتهم احنا نعرف ان هذا وفاء وحب للجمهور نعم بس على مستوى اداره المنشاه هل هذا تصرف حكيم يعني يعني انا خلاص انا احب مانشستر يونايتد مثلا بروح والله مانشستر ما مأجر لي فندق والله بنام بالمدرج انا يعني هذه منشأة رياضيه على مستوى مانشستر انا شفتهم ينامون بالشارع ترى ينام بالشارع بس مو بالملعب ينطل ثاني ثاني يوم تفتح البوابه ويدش بس ما ادش داخل المنشأة يعني هذه منشأة يمكن سامح لهم يعني الشباب يعني انا مانشستر بعيد مانشستر مناطق بعيده يعني شوف احنا شعب كويتي وجماهير عرباويه نحب الفنادق يمكن يبون يلفتون النظر فهم حبوا لا لا انا يعني ما اتكلم عن الثلاثه يبينون اخلاصهم انا ما اشكك نعم. انا اكرر وعيد حتى لا احد يصطاد مالك ما اشكك بوفاء واخلاص ومحبه الثلاث جماهير اللي اباتوا في المدرجات للنادي العربي انا اتكلم عن اداره المنشاه اللي قال يدير المنشاه سلمان بولد مدير الداخلي نتكلم عن سلمان بولد مدير الداخلي مسؤول الاستاد هل هذا تصرف مؤسسي ان انا افتح ملاعب اي واحد يشها بالليل ينام فيها لا لا ابو جار انت قلتوا قاعد تتكلم على واحد من النقوشيه اللي يقبض لك الماي ويصيدهم زين انا بقول لك شغله ممكن واحد نفس الشيء يدخل يروح يقطع له الوايرات او مثلا يحط له مكانه في قطعه واحد يخرب ممكن ما يكون موفي للنادي اصلا عارف. حتى من الناحيه الامنيه ما يجوز انا ما بقول عندنا اصلا متفجرات ولا غيره ولا غيره لا نعم. احنا اللهم لك الحمد يعني بعيد ديرتنا عسى الله يحفظها بعيدة عن هذا الشر نعم. لكن قاعد اقول انت اليوم من الناحيه حتى الامنيه اصلا انا ما تسويها يعني غلط يعني ما حد ينام ما تسوي انا الملعب اقدر ادش الملعب اقدر اعفس ارضيه الملعب تكلف الالاف والالاف نعم. الكراسي كش تسوي الملعب لك انت نايم منو 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 بجاب لك بس دكتور وبلقائهم قبل شويه انا شفت ان طبعا هم يوم استاذنوا الاداره ووفروا لهم هم على كلام لا لا احنا ما نتكلم لا عن اخلاصهم ولا عن ضبطه لا لا مو عن الاخلاص على الاداره على نتخلى واحد الجانب اللي شلون وافق هو الفكر انا اتصور الفكر يعني حتى الاداره اكيد باذنهم وهم اللي يسمحوا لهم لا لا احنا يبون يعطون قاعد نتكلم على الجانب الامني انا اتصور يعني انا في وجهه نظري قد يجوز ان الاداره طبعا تبي تعطي بش حق بقيه الجماهير ان شوفوا الاخلاص يعني لا تقاطعون نعم. في حضوركم الجماهيري نعم. مع مباريات تصرف يعني. احترافي تصرف هذا لا هذا لا احترافي خلي على جنب لانه ما في شيء احترافي رياضي تصرف هذا احترافي احنا بعدنا ما دشينا بالاحتراف هذا تصرف في اداره منشاه لا لا هو انا لما يقول لي انا ثلاثه والله احنا الجمهور العربي انا نكرر ان احنا ما نشكك كلنا اللي قاعدين باخلاص ومحبه ثلاثه النادي العربي اكيد اكيد بس انا اقصد احنا كإدارة للنادي العربي هل هذا اسلوب مؤسسي ان اي واحد يبي ينام نفترض هذول الثلاثة جو غيرهم حلو يكسر لك المدرج يقطع الوايرات انت خو شايف ادوات النقل مالتنا امور يعني بدائيه سهل يعني الحين الكيبل يمر من تحت المدرج ويعني واي واحد يمر يقطع الكيبل ما في نقل عرفت هذه الامور هل يعني شيء محزن صراحه ما هو عملها ممكن يوفرون مكانه مثلا مكان او بوكس معين مثلا لو كان في مثلا بوكس معين مو الملعب نفسه بوكس خاص في النادي كان خلوهم غرفه اللاعبين قالوا لهم غرفه اللاعبين يعني شيء كذي مو بالمدرج او لا قالوا لهم على كلام احد واحد من الثلاثه قال
قالوا لنا تعالوا بالغرف تحت غرفة اللاعبين تبون هم أصروا هو حالف المدرب إيه هم أصروا كنا نادرين على المدرب أنا أرد أقول يعطيهم ألف عافية الأمانة يعني هذا شيء يعني إخلاص ووفاء عسى يعني حتى يرزقنا من هذا الإخلاص يعني إحنا مخلصين بهذا الحب لكن عسى الله يرزقنا من هذا الإخلاص بزيادة لكن أنا أيضا أنتقد الجانب الإداري هذا سوء إدارة نعم. نقطة آخر السطر نعم ممتاز أنا أتفق وياك دكتور صقر بالفعل ما شكك بولاء الثلاثة العرباوية اللي أباتوا في المدرج ويعطيكم ألف عافية بس هذا بس إحنا على فكرة إحنا ننتقد الجانب الإداري إنه ما يجوز هذه لازم فيها ضبط أنا وربط أنا أشوفه سبب في حضور الجماهير لأن الصورة تداولت من أمس وعملوها الشباب باللجنة الإعلامية كتحفيز بس جمهور نادي العربي مثل ما قال أبو بدر تحفيز حق الجماهير فعلا شدتنا الصورة يعني إحنا نشوف نقول الله رحت المباراة ففي ناس كنت ما أعرفها ما كانت حظ مباريات شافت الصورة واليوم حضرت والسبة الحضور إحنا يعني ممكن كان تحفيز يعني احنا ممكن وبالنهايه كيف مداره هذه العربي هم اللي قبلوا ان الاخوان الثلاثه المخلصين اللي ينامون في المدرجات هذا شانكم بس انا قاعد اتكلم عن اسلوب اداره مؤسسه رياضيه بس لا اكثر ولا اقل ولا بالعكس ما شكك باخلاصهم واذا يعني انتم متفقين والامور طيبه عليهم بالعافيه وهاردك للثلاثه قبل كل الجماهير بصراحه لانهم بالفعل يعني بس ما راح يسوون ابو جاهر مره ثانيه أنا لا المره الجايه بعتقد راح يجون مجموعه يمكن كبيره تبات برا الاستاد لا ما اعتقد نعم. لا ممكن نعم. يعني الاخلاص على وقال لك العرباوية يحبون الفنادق وطبعهم اكيد فيصل العنزي نجم مع نادي السالمية عادل مطر نجم مع نادي السالمية احد المتصلين قال ان هذول كانوا يلعبون برديف القادسية او بعضهم كان على دكة الاحتياط وبعضهم لم ياخذ فرصته بالقادسية اليوم لما راحوا السالمية اصبحوا نجوم انت تشيد بموقف نادي القادسية ان اخرج اللاعبين اعطاهم فسحه خلينا نقول انه يردون الملاعب ولا ترى انه فرط فيهم كان القادسيه هو الاولى فيهم شنو رايك انت ممكن شوف في 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 بعض شنو تقيسها يعني شوف في بعض اللاعبين الله ما يوفقهم في في في, في النادي اللي يلعبوا فيه نعم. او المدرب اللي في النادي اللي هم فيه ما اكتشف قدراتهم ما اعطاهم فرصه ممكن وفرصتهم طلعت في 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 النادي اللي الاخر نعم. ممكن ان المدرب عرف امكانياتهم صراحه اللاعب فيصل العنزي حقيقه لاعب ممتع صراحه صحيح. امتعنا نعم. بكل شيء صراحه انا نعم. واحد من الناس صراحه يعني حتى توت اليوم عليه انه صراحه نعم. لاعب ممتع صراحه لاعب هداف لاعب يصنع كور نعم. وبحرفنه يعني تحس انه لاعب تحس يعني قاعد يستمتع ويمتع ترى نعم. بجوهر في ترى الكره الكويتيه تحتوي على مثل فيصل العنزي واكثر من فيصل العنزي لكن للاسف ما عندهم الفرصه للخروج شوف سيف الحشان مثلا على سبيل المثال نعم سيف الحشان على الفريق الاول ثم انتقل الى المنتخب وين فيصل سيف الحشان طول الفتره الماضيه نعم. اخذ فرصته لما اتى حتى المنتخب الاولمبي ما شفناه في ما اي صحيح لا ما يعني 23 سنه عرفناه عندك مواهب وجوهر كيف تخرج هذه المواهب نعم. يعني هذه احنا مشكلتنا ما نبي نتدخل نعم. في النفوس نعم. لكن نعم. انت لا تنسى شيء مهم ان القادسيه يعني عنده صفوف قادسية مدرسة مثل ما نادي العرب مثل قادسية مدرسة اللاعبين المميزين بالعلاقة رأيك لأن اليوم الجمهور القدساوي أنا ليش أبي أراءكم لأن الجمهور القدساوي اليوم انقسم في تويتر قسم رأيا يعني إن شاء الله دوم يجتمعون البعض يقول أن شوفوا يا إدارة أنتوا فرطتوا في فيصل العنزي وعادل مطر ولو كانوا معانا الحين للفريق كان أفضل هذا واحد هذا رأي الرأي الثاني شو يقول لا برافو ان هذول كانوا بين قوسين مدفونين عندنا بالنادي ما اخذوا فرصتهم لعدم اقتناع مثل محمد ابراهيم فيهم او غيره من المدربين الدرمه القادسيه وبرافو يا مجلس اداره ان خليتهم يروحون وفادوا فريق كويتي اخر وان شاء الله يكونون نجوم للمنتخب انت مع اي راي انا راي ثالث اللي هو انا اعتقد كيتا والسوما والمحترفين اللي نجوم فوق العاده اللي طلعوا من القادسيه هم اللي اثروا أكثر من اللاعبين اللي تتكلم عنهم نعم تؤيد أن القادسية أعارهم للسالمية فيصل وعادل مطر فيصل العنزي وعادل مطر ترى شيء زين الكرة الكويتية أنا سلماوي أكيد أيد أكيد أنا نادي القادسية ما يوقف على ولا لاعب ما طبيعي ولا لاعب أنا أشوف في خلل هذا الخلل كان متراكم من زمان نعم. سبب طريقة التسجيل في الأندية نعم. أنت لو بتلاحظ حاليا أنت عندك فريق أول
اول 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 دوري عندنا احنا في فريق رديف. نعم. شنو الرديف هذا؟ المفروض هذا الرديف هو الاول. نعم. ليش؟ صحيح. لما يحتوي من شباب صغار. نعم. ممكن تصنع يحتكرون في الانديه، نجوم هاي تقعد في الانديه. الا القادسيه سووا ضموا مجموعه عندهم كم هائل من اللاعبين. نعم. الجيدين، انحرموا ثبت على فريق الاول، وانحرموا اللاعبين اللي توهم يتيهم فرص ان. نعم. ما تيهم فرصه. نعم. خلاص في لاعب فريق الاول قاعد يعطي 5 سنين 6 سنين، هذا وصل عمره 20 سنه 19 سنه، لازم يلعب. ما راح لازم يلعب. كم لعبت انت بالفريق الاول بالعربي؟ 18 علي انا 18 ودور. والله انا صغير وايد صراحه. 17 انا من 17 اقول يا حق حمود في هذا مع المنتخب. مع المنتخب. نعم. هذا الصح. اذا في 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 خلل، انت في عندك شيء اسمه الفريق الرديف، هذا لازم يلغي. نعم. تعطي فرصه حق اللاعبين يا انه يثبت وجوده يلعب بالفريق الاول او يروح فريق اخر يطعم فريق اخر. صح. خلاص صار كل الفرق على مستوى عالي، وهني راح تستغني حتى عن المحترفين باكر. صحيح. لان عندك انت خامه زينه، وفي بعد لاعبين بالقادسيه وللحين قاعدين ترى. نعم. انا اعرفهم للحين قاعدين يعني بالرديف وما ياتهم فرصه. ما ياتهم فرصه. وافضل يمكن من يعني اللي فيصل العنزي وعادل المطلب افضل. نعم. ابو ياسر. نعم. ترى في لاعبين هذه مو قاعده، يعني في لاعب يبرز وهو بعمر اكبر، وفي لاعب تلقاه موهبه من 16 17 سنه. صحيح. هذا يشق طريقه على طول يوصل درجه اولى، هذا امر طبيعي. لكن في لاعبين لا تشوفه غايب عن النجوميه، وبعدين تشوف مره واحده انه فعلا نضج ب 23 24 سنه. نعم. لا هي هذه مو قاعده. انا عشان عندنا لاعبين بالسالميه بشار لعب 16 17 سنه. صحيح. حمد بريتشي لعب 17 سنه. نعم. بس مو كل اللاعبين لعبوا بهالعمر، انا ما اقدر احطها قاعده. لكن ان هي يعني تتأيد وجود دوري الرديف. لا هي مو قاعده. هي فرصه الرديف. انا اتكلم ولكن ايضا مو هي مو قاعده. كلامك صحيح، ولكن ايضا هي فرصه. يعني انت لما ما تيح للفرصه انت ما تقدر تقول هي ما تلتزم في القاعده. فاحنا انا اتفق معك. في لاعب اصلا انا قاعد اقول لك في لاعبين اصلا عز لياقتهم البدنيه يختلف اصلا فيزيولوجيا عن العز الثاني للاعب اخر، لكن انا قاعد اتكلمك على الفرصه، مبدا اتاحه الفرصه ما قاعد يتاح لي كثير من اللاعبين الموجودين في الدوري. لان عندنا وايد لاعبين من الكويت والقادسيه وبالعربي. مو بس وجوهات كل ايام كابتن علي دقيقه بس. أنا قاعد أقول لك شغلة على مستوى المنتخب الكويتي، مو بس على مستوى الفرق الدوري الكويتي، على مستوى المنتخب الكويتي هناك لاعبين من فرق اللي البعض يعتقدها أندية صغيرة وهي ما هي أندية صغيرة، ترجع إلى خيطان، الساحل، فحيحي وغيره من الأندية. نعم. في لاعبين أصلاً يستحقون أول أسماء تكون في المنتخب الكويتي، لكن للأسف ما تلقاه. ما تلقاه. صحيح. أنا يعني سنة من السنين كنت فريق 19. نعم. كان عندي خامة لاعبين يعني أنا تعجبت منها. كان وقتها العربي متصدر في 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 يعني متقدم في شو اسمه، وكان ماسك لاعبينه هذول ما ياتهم فرصه، تعدوا 19 دشوا 20 ما راح يتسجلون. عنده مجموعه لاعبين، عنده 35 لاعب يسجل، لا يتسجل بالفريق الاول ولا هو تم 19 راحوا انديه ثانيه. صحيح. ويطوروا انديه ثانيه. احسن 8 لاعبين طلعوا من النادي العربي ايامنا يعني. نعم. خساره، انت مسكتهم من تحت 14 وصلتهم ل 19. نعم. وبالتالي راحوا. نعم. لا تتفق ان دوري الرديف قاعد يدمر الاجيال الشبابيه. لا وايد ممتاز. يعني نريح معاكم فاصل ونعود لكباتنا معنا في الاستديو. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا بعد هذا الفاصل مع كباتنا وعندنا مجموعه من المتصلين. معنا الاخ العزيز احمد فريح، تفضل. السلام عليكم اخوي. حياك الله استاذ احمد. حياك الله. السلام عليكم على الاخوان كلهم، ولا تنسى انا من تخصيص كره القدم، انت واعدنا بحلقه خاصه. ابشر ابشر ابشر. جزاك الله خير. بقيت اقول على نقطه تحملوني منها. جزاك الله خير. ايه تفضل. انا معايش الرياضه الكويتيه من الستينات، وجزاك الله خير. بالنسبة للتحليل شوية بعيد عن الموضوعية، يعني هذول كل اللاعبين الكويتيين محترام لهم كانوا موجودين بالسالمية ما أنتجوا، مو بس عن المدرب، مو الحقيقة العلامة الفارقة هي وجود يمعة سعيد بالفريق، لأني أنا جزاك الله خير من الستينات
ما شفت لاعب محترف أو كويتي يفرق مستوى عن مستوى باقي اللاعبين مثل فارق يمعى سعيدي. تلاعب بالدفاع كيف ما يشاء. نعم. يعني حتى عمر النور عايشت طه بصري غيره ما كان مستوى فارق كذي. أربع لاعبين يفوتوا من القادسية، أربع لاعبين يفوتوا من السالمية. نعم. وهذه العلامة الفارقة يعني إزاك الله خير. هاي أكثر من المدرب يعني حتى يصير تحليلنا شوي موضوعي إزاك الله خير. نعم نعم. هذا بس إزاك كل الله خير. كل الشكر الأستاذ أحمد الفريح على مداخلتك الجميلة. أحد رياضي المتابعين بشكل كبير الأمان لكل برامج رياضية ولا يعني رؤية جميلة للرياضة وتطويرها بالخصصة. بس استاذ احمد ترى يعني الكباتن اعطوا حق جمعه سعيد اتوقع ان اعطيتوه حقه يعني مو بس انه مدرب محمد لهيس يعني اعطيتوه حق جمعه سعيد انه لاعب مميز وكيتا وقدم مباراه كبيره للامانه. المتصل الاخر ابراهيم السعيدي تفضل. السلام عليكم. حياك الله ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال شلونكم طال عمرك. حياك الله ابراهيم. السلام بارك تفضل. انا حبيت اسلم على الموجودين الصغير والكبير فيهم والكبات الموجودين ما شاء الله عليهم. تفضل. بس عندي كذا نقطه. انا بارك حق اخوي النبي ما شاء الله السالمي ثلاث نقاط وهارتك اخوي يا عامر ياسر. نعم. وحنا صراحه انا عندي عتب على الجماعه. انا كعرباوي كنت قاعد بالمقصوره للاسف يعني في ناس تحدث ولا اشوف هنا ناس كبار. نعم. يعني تدري ان الاتحاد يدور الشارع عليك يا اخي. نعم. انت ليش ما تمسك نفسك؟ انت جاي متعني. انا واحد متعني من الجاره زين غيري متعني من اي منطقه جاي نستانس نشوف احنا اللعبه حلوه نشوف نستانس يعني ما له داعي الحركات تحذف. الحين ذات اليوم قنبله صارت في الملعب وغرمتنا الاتحاد 500 دينار وغيرها 1000 وباكر يقول لك يلا انت يا الجماهير العربي اوقفك ثلاث مباريات ولا اربع مباريات. احنا ليش ننطر احنا من شخص او شخصين؟ صحيح. وصراحة أتمنى أن الإدارة العربية تراجع نفسها والدوري طويل ومشكورين ما قصرت. مشكور مشكور إبراهيم سعيد على مداخلتك العقلانية. وبالفعل أن بعض الجماهير هم اللي يسيئون لناديهم ولجماهيرهم بشكل كبير. وبالفعل يعني رسالتنا للأخوة المنظمين في النادي العربي يعني الكل يشكو من سوء تنظيم المقصورة وأن أصبح هناك يعني خلينا نقول رمي على الملعب من قبل المقصورة. يعني هذه نتمنى تأخذونها بصدر رحب وأنكم يعني تتعاونون عليها. يوسف المسلم تفضل. اهلا وسهلا عليكم. حياك الله يوسف. يعطيك العافيه ابو جوهر. اهلا وسهلا حياك الله ونبارك لك مولودك الجديد ان شاء الله. طول بعمرك. مشكور مشكور الله يحفظك. مشكور يا يوسف. حبيت بس اتكلم عن مباراه اليوم السالميه. نعم. صراحه جهود جباره وما وصلنا حق هذا الفريق الا من بعد تعب طويل ومشوار طويل. نعم. ومن بعد نجاح الاداره والجهاز الفني والاداري الحمد لله فوز مستحق. بس اتمنى من جماهير نادي العربيه يعني عدم تعطيل المباراه اليوم اللي شفتوه هذا يعني امر ما يرضي الجميع. نعم. وغير ان الليزر على حركه حارس من خالد الرشيدي. نعم. يعني هذا امر غير متقبل من الجماهير العراويه. اتمنى. نعم. يعني المباراه الجايه ما يكون هالكلام هذا موجود. نعم. ويعطيكم العافيه مشكورين. اهلا وسهلا. مشكور يا يوسف المسلم. على حمد الشمري تفضل. الو السلام عليكم. حياك الله حمد. حياك الله. هلا اخوي جوهر شلونك. اهلا وسهلا. في البدايه انا اول شيء اقول لك انا عرباوي صراحه زين عشان نبين ميولنا وين. انا بارك للسالميه صراحه الفوز والسالميه كان يستحق الفوز للامانه. كان بالامكان يطلع اكثر من النتيجه هذه. جمعه سعيد ضيع فرص اقوال. نعم. زين وبارك الاخوان السالميه على الاداره وعلى المدرب صراحه محمد هريس اللي قدر يوظف اللاعبين بشكل مناسب. هذا الشيء. اما يعني النقطه الثانيه انا اوجه عتبي على اداره النادي العربي اللي كانت تنرفز اللاعبين مو قاعده يعني تعطيهم يعني يدخلهم جو المباراه. يعني انا اعتب على الاداري اعتقد البلام. نعم. كان غير قادر على انه يحتوي بعض اللاعبين. كان في نرفز لدرجه تشوف اللاعبين العرب قاعد يتداخلون بين بعض في اللعب يعني بطريقه كان يحاول يعني يضرب اي لاعب اي قدامه او اي شيء. انا بس اوجه اخوي صقر سؤال بس. يعني نادي العربي باعتقادك بعد اربع جولات والحين الخامسه هذه هل هو قادر على المنافسه ام انه تخبط؟ انا صراحه قاعد اشوف الدفاع جدا سيء للامانه. ابشر يا ابشر يا حمد وواصل ان شاء الله. سؤال شغله قالها اكثر من متصل على الاخ العزيز محمد هريس. نعم. بس في شغله بشيدها حتى من ناحيه الاداره لازم. نعم. نذكر دور الدكتور جاسم الهويدي لانه. نعم. هو اللي كان في بدايه يعني الفريق معاهم وحبنا بس. نعم. موجود الحين حاليا. نعم. خالد العازمي تفضل. السلام عليكم. هلا يا خالد حياك الله. مساك الله بالخير ابو جوهر.
دكتور؟ الله يسلمك ويحفظك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك طول بعمرك. احييك واحيي الكبات الموجودين. اهلا وسهلا يا خالد. عندي كذا نقطه ابو جوهر لو سمحت. تفضل تفضل يا خالد تفضل. اول شيء نبارك نادي السالميه الفوز المستحق ونقول هارد لك نادي العربي. نعم. ثاني شيء صراحة عجبني اليوم جمهور العربي بحضوره وتشجيع أكثر من رائع. نعم. والثالث نقطة عندي سؤال الكابتن عامر ياسر. نعم. شنو رأيك بعدم إشراك الكابتن طلال نايف اليوم؟ نعم. وآخر سؤال الكابتن عادل عبد النبي، هل يستحق اللاعب كيكا الطرد اليوم بعد حادثة الضرب الواضحة؟ أرجو أن تردون على أسئلتي بجوها. نعم ابشر ابشر ويعطيك العافيه ما قصرت. مشكور 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 يا خالد العازمي. اخر اخر متصلين عبد الله الصفار تفضل. عبد الله الو السلام عليكم. حياك الله يا عبد الله. احب اصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا يا عبد الله. اليوم اللي صار المباراه يعني شيء مؤسف من بعض الجماهير مع الاسف، وقاعد تحملون الجماهير كلها كعرباويه احنا، بس هذه قله ويجب ان نتفادى هالشيء. واستحقون السالميه وكشف العربي بالدفاع، والحمد لله على كل حال ما حد أدى غير فراس وعلي مقصيد، ومشكورين للجمهور أوفى جمهور بالكويت، يعطيك العافية. مشكور يا عبد الله الصفار ونثني على كلامك. بالفعل إن جمهور كبير وميز يأثرون عليه البعض، ويعني خلون يسأل الجمهور كله مع الأسف، هو جمهور ما يستحق يعني هذا الرد. فاصل وأرجع يعني على إجابة كباتنا الكبار على هذه الأسئلة الجميلة من جماهيرنا. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا بعد هذا الفاصل يعني عده اسئله، وعندنا لقطه مثيره في المباراه كانت حابين نعلق عليها. بس قبل اللقطه المثيره للمباراه يعني المتصل احمد فريح يقول جمعه سعيد فارق هو كمحترف عن فريقه من ما يقدم المستوى كبير امام القادسيه والعربي، وما مروا عليه المحترفين السابقين كذي بالكويت. صحيح كلام ابو جوهر، بس في نقطه هو قال اللاعبين هم نفسهم، يعني انا ما اعتقد اللاعبين نفسهم، احنا اللي موجودين تقريبا فريق كامل متغير، ما عدا يمكن نعم. عدي اللي كان نعم. هو اللي كان موجود، ولكن الخط الدفاع كله من 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 فهد العتيبي لمن قهيدي والهاجري ومجمد وخالد الرشيدي قهيدي كان موجود كيتا ممتاز قهيدي اليوم. لا هذيلي كلهم المجموعه تقريبا 10 لاعبين بدوا فيهم الاساسيين نعم. ما عدا اللي هو عدي نعم. كانوا من الموسم اللي طاف وهالموسم نعم. طب لما تجيب مجموعه مثل هذه من اللاعبين ما تاخذ الناتج نعم. في اول موسم، وهذه العصاره قامت تتبين فعلا مع رتوش يعني مع طبيعي مع التوليفه ومع الاندماج نعم. ومع المخالطه مع كثره المباريات، حتى لو مميزين نعم. حتى لو مميزين طبيعي. جمعه سعيد فعلا كمهاجم كانت علامه فارقه، ولكن فيصل ايضا علامه فارقه، كيتا علامه فارقه، يعني الفريق ما شاء الله. انا ما اتكلم عن مباراه الحين نعم. يعني لحد الان يعني تقريبا كلهم نجوم نعم. ولا قصور في الباقي، لكن صراحه كهجوميه نعم جمعه سعيد هو العلامه الاكبر ياخذها نعم. بالدرجه. كابتن علي بس في 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 شغله تتوقع كابتن عادل ان السالميه راح يكمل دوري يستمر على نفس المستوى؟ هل في عنده صف ثاني مثلا؟ هذا انا شوف انا احنا الصف الثاني ما اقول لك بنفس مستوى الصف الاول، ولكن قد يجوز اقل منه بشيء بسيط، يمكن نزلوا الجيم الثاني نعم. عندنا حمد العنزي وعندنا نايف زويد وعندنا نعم. المدافع نايف سجل اليوم يعني اي اللي نعم. سجل عندنا المدافع التونسي، عندنا فيه شباب مو نفس المستوى، قد يفرق شيء بسيط نعم. انا اتصور وهذا وهذا طبعا دور الحين الكابتن محمد دهليس ان الحين الفريق فعلا نعم. الحين الظهور والرؤيه للصداره نعم. للتتويج ممتاز. فيبقى الحين يجهز الصف الثاني يكون جاهز له ان شاء نعم. الله حتى الصف الثالث. اقول لك شغله اتفق معاه في شغله والخصها في نعم. ممكن سطر واحد نعم. اقول بان اذا استمر نادي السالميه على مستوى هذا على مستوى جميع البطولات الموجوده في الموسم هو بمثابة كرت أصفر للفرق الكويتية كلها، الأندية نعم. الكويتية كلها ترى أنه راح يحقق هو كرت نعم. أصفر نعم. للأندية كلها نعم.
معناته يعني انا اللي عجبني، انا اللي عجبني اليوم في نادي السالميه امانه، يعني انت من حارس المرمى خلينا نقول لخط الدفاع، خط وسط متجانس يخلق فرص، تحسه ماين على بعض الفريق يعني منظم فريق كله ماين على بعض مخلص يعني نعم. يعني اليوم امانه، وبعدين وراهم مدرب انا عجبني في تغييراته مثل ما تفضلت محمد الهيش، اليوم بصمته واضحه نعم. واضحه، شوف المدرب تبين بصمته نعم. خاصه باللعبات القويه المؤثره مثل اليوم نعم. يعني انا فكرت انه يتراجع يسكر دفاع، لا لا اللعب مفتوح اليوم ممتاز. لذلك الجماهير كانوا مجموعه واحده يعني بالهجمه مع القادسيه بنفس الطريقه نعم. عامر يسالك اخوك خالد العازمي يقول لك تأيد ان طلال نايف يكون على الخط وهو لاعب دولي ويجيد الخط يعني يساند الدفاع بشكل كبير؟ انا ما اعرف المدرب شنو كان تفكيره نعم. انت رايك راي عام يعني انا اشوف ان طلال نايف كان بامكانه يبدا في اليوم نعم، لأن يجيس نبض السالمية اليوم نعم. السالمية هجومه خطر نعم. طلال نايف كان بالشق الدفاعي أكثر في المدافعين، يقطع المدافعين أكثر نعم. فكان مهم وجوده اليوم نعم. فأنا أشوفها غلطة من المدرب إنه ما بدأ فيه نعم. طلال نايف. دكتور صقر حمد الشمري وجه لك سؤال، أن العربي بعد هذا الخسارة تتوقع واضح أنه بعيد عن المنافسة ولا لا ممكن يعود من جديد؟ وهذا وعلى فكرة توى ترى الخليل بلام مدير جهاز الكره في النادي العرب رئيس جهاز الكره صرح تصريح قال نقر احنا كجهاز اداري ان في اخطاء فنيه من الفريق واخطاء تكتيكيه واحنا راح نقعد مع المدرب ونحاسب وراح نعمل يعني اعترف ان احنا مقصرين كجهاز اداري فني في بعض الاخطاء واحنا راح نساعد على إعادة الفريق وهيئته حتى مع الجهاز الفني. ودنا موضوع التبديل اللي صار هو هذا بصرح فيه بتويتر بس موضوع التبديل هو هالموسم خليل بلام ابتعد عن الإعلام يعني مع كل البرامج صراحة نسحبه عندنا تالي عكس العام، لا بالعكس العام كان متعاون مع الجميع وبالأخص معنا في برنامج جماهير وما نقدر نظلمه، بأنور كان ما يقصر في كل اتصال وكان موجود في برنامج جماهير ويثري الحلقة يعني بوجوده. تكلم حسين عاشور. حسين عاشور نتكلم احنا نشوف يعني لا لا سياسة الإعلامية للجهاز كله يعني ما شفنا ولا لاعب طلع برامج ما شفنا كإداري يعني ايه؟ المفروض كان عارف اللي حصل نعم الخط نعم بس يعني بس ما عشان لا بالنسبة حق المباراة العربي والسالمية، العربي الآن أو الفريق يقول أنا كمدرب ما يحتاج الحين أنا أجيس نبض الفريق اللي قدامي، انا احضر له مباريات، هذه خامس مباراه لا هو حضر اخر مباراه للسالميه بونيك حضر هذا طبيعي، فاذا معناته حضر وشاف السالميه بشكل افضل يبقى المفروض هو مهووس بالجوانب الهجوميه قراءاته ما كانت موجوده المفروض انا يمكن اللاعب ما يمشي مع خطته يعني في مدربين يعني اوكي طلال نايف لاعب دولي ولاعب منتخب ولكن انا كمدرب ما يمشي مع اللي المفروض يقال اذا شاف المدرب مع احترامي حقه يعني المدرب اليوم ما حسب حساب السالمية نعم. او ما قرأهم بالشكل نعم. الصحيح او خلينا نقول استهزأ بالفريق كابتن صالح زكريا قبل اسبوعين كان موجود عندنا دورة الخليج اللي صارت في البحرين نعم. مؤيد الحداد كان ينزل كل الجيم الثاني وصار احسن لاعب بالبطوله نعم. مو شرط يعني هو هني يعتمد على على نعم. على المدرب وتكتيكه نعم. يمكن طلال نايف ما ينفعني انا ممتاز. بدايه المباراه العربي ينافس البقاء صداره ولا يعني ينافس على الصداره ولا خلاص انكشف ما انكشف النادي العربي وانا نعم. اختلف مع مبدا بانه انكشف من مباراه واحده فقط نعم. وممكن حصل فيها بعض الأخطاء الفنية إذا ما تداركها في المباريات المقبلة ممكن أقول لك أنا لا والله حظوظه نعم. صعبة، لكن اليوم أنا بتكلم لك عن أفضل الفرق الأوروبية أصلاً، فكيف بتقولي بتسولف عن برشلونة؟ إيه بسولف عن برشلونة بحق السنة الجاية المهم لما شارح يقول دي لما تسولف شارح يقول دي برشلونة صغيرة يعني مانشستر مغلوبين فأقول لك اليوم لما طالع أنت فريق برشلونة يمتلك كتيبة هجومية يعني أسامي ما حد على خلافها، لكن لما يكون في خلل دفاعي وهو شيء معروف يعني في فريق برشلونة خلال المواسم الماضية شفيدك انت هذه الكتيبه الهجوميه بظل الضعف الدفاعي اليوم نعم. نفس الشيء انا اليوم ننتقل الى النادي العربي في الواقع المحلي، النادي العربي اليوم يمتلك توليفه جميله في خط المنتصف او في خط الهجوم، ولكن اذا خط الدفاع كان ضعيف شنو يفيدني؟
خط المنتصف خط الهجوم، يعني هذه الكتيبه ما منها فائده في حال الضعف الدفاع. السؤال يسالك يا خالد العازم، هذا اخر سؤال لك، يقول لك هل كيتا يستحق الطرد او لا؟ وعندي اللقطه، انا عندي، تعطونا لقطه كيتا. كيتا صار ملاكم اليوم في الملعب يعني، وقدم مباراه كبيره على المستوى الفني، ولكن لديه يعني سقطة اخلاقيه يعني. شفت اللقطه، انا اشوف المواس كان ماد ايده يعني، بعدين رد عليه كيتا. هذا الان تلحق تحطها، بس توسع لي الشاشه حتى تكون اوضح للكبان. شوف هذه، شوف هني اشروا الان تبين في الاعاده يعني. شوف شوف الان تبين في الاعاده. شوف يعني وفي تلاسم بين اللاعبين. سؤال خالد العازمي لكم جميعا، خلينا نقول هل ان كيتا يستحق الطرد او لا؟ بس تشوفون اللقطه عن قرب وبهدوء حتى تحكمون، ما ترون امامكم يعني. ب اختار شفت الحذف على المطيق. شوف شوف هذا هني المطوع عصيب العزيز المطوع مع الاسف. ترى يوم صار التلاسم بين اللاعبين الحكم ترى ما صوبهم، بس لانه كانت في هجمه نعم. رايح بينذر هناك بينذر المجمد. ايوه فصار حدثين حدثين بنفس الوقت. رايح حق المجمد. هذه اي دقيقه الحين؟ اي دقيقه قبل المباراه؟ يمكن سبع دقائق باقي هنا تقريبا، باقي تقريبا 87 اتوقع، ممكن 87 يعني ثلاث اربع دقائق نعم. فشيء طبيعي عفوا يعني في احنا نقول نسميها الفريق الفائز نعم. اخر الوقت لازم يسوي شيطانه، احنا نسميها كذي نعم. لازم يضيع الوقت يستفز الفريق قدامه. شوف يعني دخول القوات الخاصه هم امر مزعج. فهذا صراحة هو من النوع من الشطاره نقول احنا، عشان يضيع الوقت ويستفز نعم. الفريق اللي قدامه. لا بس ممكن استفز بشكل مقبول اخلاقيا، بس مو اي امد ايدي كلها. لا هو طبعا سوى الحركه هذه وباجي الفريق طالع باجي الفريق قاعد يضيع وقت. هني الفريق تقريبا وقف اكثر من 10 دقائق برد الفريق العربي، الفريق وضاعت اللعبه وضاع. فهذا نوع هذا الفاول الاول، هذا الفاول الانذار وانذر انذر عليه الحين تبين نعم بالاعاده. لا هني انذر عليه عندما تخطى الكاميرا اللي ورا الان. شوف شوف هذه كاي كاي هني على اليمين. ايوه هذه. لا شوف يعني شوف الحكم، شوف الحكم يعني الحكم طاف وانذر و هو قاعد يقول اخذ كيتا شيء عقوبه، اخذ ما اخذ اصفر، اخذ اصفر زين، بس مد يد اللاعب او الضرب بدون كره واثناء توقف اللاعب اخذ اصفر من غير ما يشوفه. شنو شو صار هذا يعني؟ وهذا قبل شوي حللوه. شوف 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 الحكم، شوف 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 الحكم ملتفت على اول ما مد ايده. شوف لا لا بس بلغوه المراقب، بس السؤال المراقب بلغه يستحق الطرد فيها كيتا ولا لا دكتور صقر؟ هذه ايه؟ ضرب من غير كره بعد اشتغل ممتاز عامر ياسر. انا اقول يستحق الطرد، يستحق الطرد. انا اعتقد والله يستحق الطرد، لانه ضرب من غير كره ومده اليدين. لا لا خلاص نرفضها الحين. رسالتنا حق حسين عاشور، استلم الحكام بعد فرصه علي يبي انطلاقه. مشكور مخرجنا مشكور يعني، ويعني صراحه نتمنى هذه الاشياء ما تكون موجوده، واحنا ما بدعاب نقول حق الاخ حسين عاشور استلم الحكام ابو علي. مشكور على جهودكم، معلش الفريق يخسر مره ويعني ممكن يتطور في المرات المقبله او يوقف يعني على الافراط الهجومي لدى المدرب، وكذلك نشيد بنادي السالميه صراحه يعني. انا ما تكلمت الكبات تكلموا وتتمثلون يعني الامانه ما تملكون من خبره تفوقون خبره. فريق السالميه فعلا فريق يعني بدا يصعد رتم وفريق منافس على الدوري الكويتي بغادة الاخوان. وابارك بعد حق حسين الخضري، لان قايل اذا هو متراهم معي قايل اذا خسرته ولازم تبارك لي على الهواء مو بواتساب. فانا ابارك حق لاعبنا الوطني السابق، لاعب منتخب الوطني السابق. على شنو متراهنين عاد حسين الخضري؟ اذا تقول لازم على الهواء بس اي، واذا انا خسرته يقول في برنامج الوطني يقول على الهواء. فانا اقول لك مبروك يا حسين الخضري لك ولاحمد عايض العتيبي من الصندوق اللي مدحرني بالانستغرام. فاصل قصير ثم نعود. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، عودا بعد الفاصل الاخير لبرنامج الجماهير. يسلم عليكم اخونا العزيز سفير عادل العيار، والنعم متابع يعني لكم ويشيد يعني بجهودكم بالحلقه وهذا الاخره. يقول لي يا العرباوي تكلم عن البلنتي الثاني مال العربي. اتوقع تكلمنا بدايه الحلقه انا وياك قلنا مو بلنتي مو بلنتي صح مو بلنتي.
فيعني ها ابو حمد محللين يا ابو حمد بناء نتكلم ولا يبي العرب الكويتاوي يبي الكويتاوي الكويتاوي البلنتي الثاني البلنتي انا متابع اليوم البلنتي الثاني البلنتي الثاني فهد الرشيدي لا ما في ما في شيء ما في شيء طبعا عامر ياسر ايضا قال ما في شيء ممتاز لا الحق حق ما في شيء لا يزعلون لا لا كلامك سليم الحق حق طبعا البلنتي بجامل واخر يعني خلينا نقول ثاني خطا من الحكم يعني احنا ما ننزل الحكام وانت قلت له الحكم قدم زين صح انه قدم لان اثنينهم شادين بعض لو يعيدها اثنينهم شادين بعض اصلا هذا طبيعي بين المدافع والمهاجم واحد ماسك الثاني طبيعيه يعني ما تراها بلنتي للعرض خصوصا بالكرات الثابته احنا شنو مقصدنا ان الحكم ممكن الاخوه تكلموا بدايه انه قدم مباراه جيده احنا نقول قدم مباراه جيده بس عنده بعض الاخطاء يعني هذه ممكن في بعض اخطاء مصيريه يعني مثلا بس يعني ما دائما نركز على السلبي خلينا نشوف الجانب المشرق يعني ممكن يتطور مثل ما طول العربي والسالمية وردوا الكويت الان هو بالصداره مؤقتا ناطر مباراه الجهره ايش رايك بفريقك الكويت علي بتجرد يعني هل انه ممكن لما يجي للصداره تكون يتشجع لعوده الكويت يعني شوف ما نعرفه شوف طبعا احنا نتمنى حق فريقنا ان يتم في الصداره ويكمل اتوقع ان نادي الكويت تو قام يطلع من 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 يعني كبوته الاسيويه هذه نعم عرفت شلون نعم الفريق في نوعا ما في تطور ولكن يعيبه نوعا ما ضياع الفرص في 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 المباريات عندنا المهاجمين يعني ما شاء الله امس وفوا وكفوا في ضياع الهجمات نعم بس اتوقع ان رتم اللاعبين ومستواهم قاعد يرتفع من مباراه لمباراه نعم اتمنى طبعا يعني على المستوى اللي شفناه اليوم مستوى العربي والسالميه ان لاعبين نادي الكويت طبعا ينتبهون ان في فرق ثانيه غير نادي القادسيه اللي كان لمسات روجيريو نعم افتقدت لمسات روجيريو في نهايه طبعا روجيريو صراحه علامه فارقه يعني صراحه افتقدناها في, نعم في 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 الفريق البعض يقول ممكن تتعود من قبل محترفيكم بس ما صار لهم فتره متمرسين مع بعض يعني شوف مكاليلي يمكن المحترف كانوا الناس وايد تعيب عليه وانه امس انا شفت مستواه جدا ممتاز. يعني ممتاز ماسك مكانه وقاعد يتطور من مباراه لمباراه بس مو بمستوى الكويت يعني مثل المواسم اللي طافت يعني السنه تشوف ما ترى دروب طبيعي هذا يعني لا انا لا بعد ما تو بعدين ما نعم دروب نعم هو المشكله ان دورينا خيط يعني فاز على خيط 1-0 ونتوقف لعبه وتتوقف يعني شهر ونص يعني نبي 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 يكون في توقيف عشانك عشان الكويت يطلعون يلعبون بالتعادل الاسيوي لا 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 بعد انت لا توقيفات الاتحاد هذه حق المنتخب اسبوعين وثلاث وهذه الجهره وكاظمه بكره الجهره ما رايك هل ممكن يتشارك بالصداره ولا كاظمه يحط حد لطموح الجهره برايك والله كاظمه مستواه صراحه متذبذب انا ما انا عارف كاظمه الحين كم سنه نعم وخصوصا هالسنه بعد مو هذا مستوى كاظمه الان فودنا يرجع وودنا تنافس مثل ما كانت او تفضلنا بدايه الحلقه الخمس ست فرق تتنافس لكن الجهره هو فريق صراحة اللي عاجبني أنا الموسمين ثلاثة اللي طافوا والحين هذا الموسم للحين يشارك الصدارة الجهرة تقريبا إذا كان قبل يطالع مركز أنا أتصور الحين الجهرة يطالع بطولة يشوف نعم بطولة صح نعم حصل على بطولة الدوري مرة واحدة بالتسعين في 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 عمر النادي ولكن أتصور الآن في تجهيز الفريق في مدربينه في لاعبين المحترفين في لاعبين المميزين اللي عنده أنا أتصور الجهرة راح ينافس وراح يكون منافس شرس على بطولة الدوري. نعم كلمتك للجهاز الفني الإداري الجماهير العرباوية شنو حاب تخدم فيها؟ أنا أقول ننسى المباريات اللي صارت اليوم بالنسبة حق لاعبين النادي العربي ما قصرتوا سويتوا اللي عليكم عندنا بعد أحسن أنا أتوقع عندنا أحسن في المباريات القادمة بس لازم المدرب يقعدون وياه ويصلح أخطاء الفادحة اللي تكررت اليوم خلال شوطين يعني انا ما ادري في لازم خلينا نقول عنصر فني يناقشه بالفنيات يعني مدرب اذا ما تحت واحد مع احترامي حق الجهاز الاداري اللي موجود ما ادري شنو قاعد يدشون وياه نعم هذا محتاج الى واحد فني يحاكي بالفنيات يعني خاصه يقوي المنطقه الدفاعيه ويبدا في تكتيك وان شاء الله ينتعش الفريق والله كريم ان شاء الله نعم توصل لكم الأخيرة. طبعا أشكركم إخواني موجودين معنا بالاستديو أتمنى أن النادي العربي طبعا والمدرب والجهاز الفني بشكل دقيق وخصوصا بالإدارة ما يقعد مع الجهاز الفني يركز أيضا على خط الدفاع اللعبة كرة القدم ما هي فقط خط الهجوم وقوة الهجومية بكتيبة هجومية أيضا
لازم تلافي اكبر سلبيه انا اشوفها في المباراه نعم. وهي خط الدفاع. قد يكون انت عندك خط دفاع قوي جدا وخط هجوم ضعيف، ممكن تجي لك فرص بتسجيل الاهداف من خلال فرص الحظ، لكن اذا خط الدفاع عندك ضعيف وخط الهجوم قوي انت شو تستفيد؟ طبعا الخصم يلعب على كل شيء. شكرا لكم للامانه، نورتونا اليوم في الاستديو وعلى ارائكم وحل البرنامج اللاعب الدولي السابق علي زيد، اهلا وسهلا فيك معنا برنامج الجماهير، وسعداء يعني بوجودك. ونشكرك كابتننا القدير مدربنا الوطني عادل عبد النبي، الف مبروك على النقاط الثلاث الثمينه ان شاء الله تدوم، وطبعا سعداء دائما وجود دائما تثرينا بخبرتك الكبيره في مجال كره القدم. عامر ياسر المبتعد عن الاعلام كثيرا يعني، سعيد انا اليوم اني اول مره تكون معنا في برنامج الجماهير، وانك في مسيرتي الرياضيه قابلت نجم نفس عامر ياسر، كنت اصفق لك على المدرجات يا عامر. بس اليوم اللعبه لو لاعبها هذه كان انا انطلت هذا يروح فيها لاعبكم هذا ما اخليه، المفروض ما انتم انا. اتمنى لك التوفيق يا كابتن عامر ياسر، مشكور على حضورك على النادي العربي السابق والمنتخب، توصل المره كل شكر لك لوجودك معنا في برنامج الجماهير. انا في نهايه الامر اقول يعني للاتحاد كره القدم، احنا لما ننتقد الحكام، ننتقد لجنه الانضباط، ننتقد الكل، عاملوا الجميع انتم كاتحاد الانديه ال14 بسواسيه، وان شاء الله الكره الكويتيه راح تكون من افضل لافضل، مع تمنياتنا للدعم الحكومي وتوفير يعني كل سبل التطور والاحتراف والتقدم. اثنين نيابه عن اخواننا معي في السيدو، يعني نبارك 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 للكويت اولا وللابطال فهد الدحاني وعبد الله مزين لتحقيق فهد الدحاني فضيتين، واحده للتراب والدبل تراب الفردي، وكذلك عبد الله مزين لذهبيه الاسكواش. ويعني الواحد يسعد اليوم من الايام قابلكم معاه في البرنامج، ويعني صديقين عزيزين رفعتوا اسم الكويت بشكل كبير والرياضه الكويتيه، ونعد جماهيرنا ان شاء الله بتخصيص حلقه في برنامج جماهير لكافه الابطال اللي حققوا ميداليات في اولمبيات اسيا، يعني انشون اسياد اسيا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. انا محمد جور، حياة الى اللقاء.